يلا شباب خلصنا وهلا سمعوني الزافي على الشغل الحلو. ما شفتك منيح لؤي اليوم. يلا بشوفك. انا بوصلك اذا مانك قدرانه تمشي. لا انت لا توصلها يا روحي لا توصلها. عمار عمار ليكني مرت عمي. تعال شوف هالبنت شوف هالمسكينة تعبانة كتير. شو رأيك انت تاخدها وتوصلها على بيتها؟ وصلها بسرعة وصلها بسيارتك. يلا بدي استعجل عمر. بسرعة بسرعة يلا بسرعة يلا يلا باي تعال. باي فيكي تمشي. ناريمان خانم نورت الشط. غسان وين عمر راح؟ أخد ديما وراحوا. امشي لوصلك معي. مرسي كلك زوق فظيع هالنهار. شو كان مزعج بس الانزعاج بالبالك مو معقول شو بتطلعي حلوه. سامي 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 شكري بتعرف اليوم شو عملت الأنسة ديما بالتصوير؟ للأسف عمر بيك اليوم ما صح لي شوف التصوير. لكن أنا بحكي لك وقعت العرضة الرئيسية بالمي. شكله ما عجب الكنادر يلي لابستون قامت زتتها بالبحر. والله ما كان بقصدي مو هيك القصة. عمو شكري انت بتعرفني انا بعمل هيك شي يعني معقول اعملها عن قصد؟ والله انا ما كنت مفكرك هيك بصراحة. والله بدون قصدي صار هيك عمر بيك حرام عليك. انا البنت بقصد الانسة كنت عم لبسها برجلها الكندرة هاي القصة. ايه وبعدين؟ مثل الصابونة زحطته وقعت بالبحر. عمر بيك النسوان احيانا او دائما قد ما سايروا بعض مو بايدهم بيضلوا يغاروا من بعضهم. شو هالحكي؟ لا 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 لو سمحت انا بنت ما بغار غيري. شو هالحكي هذا مستحيل. بنتي عفوا انتو لسه ما بتعرفوني انا بنت ما بغار. بعدين على شو بدي غار؟ اوكي تمام شكري شو رايك انت؟ اذا انت بتوافق خلاص. انا موافق على كلامه. تفضل. شوفي ديما عمر بيك انا فيني اطلع؟ اكيد يا ريتك لو رحتي فورا على البيت. انت تعبتي كتير اليوم شو مو قدراني توقفي كأنه؟ اليوم كان في عندي شغل كتير لهيك بقدر امشي هلا. ديما صاير معك شي غير الوجع؟ هو شنطة هي مو أنا وقعتها اليوم بالمي للشنطة؟ وبصراحة كنادري تبللوا وما بقي غير هي. أي كنادر ما فهمت؟ خلص مو مهم كتير. أنا بهدول الكنادر هلأ صعب علي أطلع بالمواصلات العامة لهيك كنت جايبة معي كندرة زحف بس مو مهم عادي أنا بدبر حالي. فيني أمشي؟ طبعا أكيد فيكي. شكرا كتير. ليك يا حتى الضماد أخضر البنت مزوقة. خلصنا يا ديما كيف صرتي؟ منيحة ماشي حالي شوية راحة وبطيب. الأنسة ديما تركت بصمتها اليوم ما شاء الله. بس بتعرف عادي في هيك ناس إذا ما كانوا هني محور الاهتمام ما بيرتاحوا. حياتي وأنت موجودة مين بيسترجي يكون محور اهتمام؟ مين بيسترجي؟ أكيد ما حدا. أنا لازم أمشي هلأ أحسن ما يروح علي الباص وأتأخر. انتي بتطلعي بالباص حياتي صحي ليش ما بتركبي السيرفيس الاصفر؟ اكيد بيكون عندك بطاقات. ايه اكيد عندي بس يا خساره هدول البطاقات بطلوا ما عاد يمشوا. صار في بطاقه اسطنبول لانه اللي عم بتقوله مزبوط وانا جبت من هالبطاقات مشان اطلع بالمترو. عم تمزح انت مو ياسمين؟ الزحمه باسطنبول ما بتنطاق لهيك صرت استعمل الاسرع واللي هو المترو. غسان بلا هالمزح شو قصتك؟ والله ما عم بمزح معي. طلع لك بطاقه مثلهم بشتري لك اياها على حساب الشركه. يلا نحن رايحين. بلا هالمزح شو قصدك؟ هالمقصوفة الرقبة عم تضحك علينا أكيد ومفكرة كمان عقلنا جوستين بخرج. وبتكون رايحة جاية الله أعلم مع مين عم تدور.
عن جد مفكرة أنه ديما واحدة مشهورة كتير مثل ما عم تقول؟ ما بتعرفي أنه حتى لو ديما بدها ما بيطلع معها هيك شغلات؟ يا الله صبرني بس لا أرتاح من هالاتنين، هدول الجوز ما بيستحوا، بعتلن شوية أخلاق يا ربي. حكوا اضحكوا، إيه ختيرنا وصرنا مسخرة لحضرتكم. شو هالحكي ستي؟ لا ما صرتي مسخرة. مو أنت حاطة براسك ديما طول الوقت؟ ونحن هذا يلي عم يضحكنا مو أكتر. أصلاً أختي ما في أغبى منا قدام الرجال، بتتلبك. إيه صح، لهيك عم نضحك. مو بتتذكروا لما حبت ابن الجيران؟ كانت كل ما بتشوفه بتسلخ حجر على راسه، وهو كل ما بيشوفه بيدور على محل يتخبى فيه. على الأغلب علاقتها مع الرجال شكلها هيك دائما. بتعرفوا لو أختي بتفهم بهالشغلات كانت من زمان لقيت واحد وتجوزته. الحق عليها، برأيي شكلها رح تضل بوشنا يا حرام. عن جد اليوم من الشمس كل جسمي عم يلهب علي ومحروق، وبسببه للأستاذ عمر رح نختير ونحن بعز شبابنا. بكرة خليه يجي ناجي مشان يعملنا تغذية للبشرة. هيك ما بيصير أبدا. سامي حبيبي أنت نمت شي؟ لا ما نمت، معقول نام يعني؟ جوعان كتير ومعدتي عم تفرق فرق. طيب خليهم يعملوا سلطة جزر. دخيلك دخيلك، إذا هيك ما بدي أكل سامي. المفروض هالشغلة تزبط، ما هيك؟ شو رأيك؟ اطلع فيني، إذا عمر ما تزوج من هالبنت رح يروح كل شي من بين إيدينا. بصراحة ما عندي أي أمل فيهم. ياسمين بنت عنيدة، يعني هي واحدة قوية كتير. برأيي نحن عم نراهن على حصان الغلطها، خلينا نترك عمر يتزوج ياسمين وخلصنا. ياسمين شو عم تحكي انت؟ ياسمين هاد اللي طلع معك؟ بدك يتزوج من ياسمين مشان الخانم ترمينا كلنا برات البيت بس يتزوجوا؟ لهيك انا بده يصير فيني الف علة من وراكن. يا ربي تجيني كريزات وبرجف وما بقدر نام للصبح، كله منك وكله بسبب هالكلام تبعك اللي عم تحكي مو طبيعي. كنا عاملين ماسك وقاعدين ومرتاحين لحتى حضرتك نزعت كل شي بحكيك اللي مو حلو. لك شو بدي اعمل يا حياتي؟ انا عم قلك يلي عم شوفه. قلتلك ياسمين بنت قادرة وقوية، وانت يلي جبتيها قلبها طيب وما بتعرف تقول كلمتين على بعضهم، يعني برأيي ما رح تزبط معنا. اي راسي رح ينفجر وكله منك. اي يا راسي ويا جسمي كله تعبان من كتر ما بتتشاف حضرتك. ما هي جيبي لي شاي الاعشاب. انا الليلة ما بقى فيني نام كله بسببك يا سامي. ان شاء الله تكون مبسوط باللي عملته. اوه خلص ما تقلقي حياتي، ما تشغلي بالك، نحن مشينا بهالطريق وما عاد فينا نتراجع يعني. خلص اترك الامور على التيسير. إيه هذا هو الحكي، لو بموت بدي جوزهم. مايا مايا. يلا مروق اذا فيك مروق. غسان انا خايف من العقد الجديد، مو مطمن. ليش؟ رح تنزل قيمة ماركتنا. حبيبي نحن والماركات العالمية على سوية واحدة، خايف توزع بالمدن؟ انا موجود لا تخاف. دقيقة، شو عم بيصير؟ هات لشوف. على شو؟ لا تتخش من علي غسان، حامل ديما بايدك وشغلات. البنت موجوعة مو قدرانة تمشي، شبك. لا لا انت عم تتعامل معها غير. لا اسيدي ما عم اتعامل معها غير، مثل ما تعاملت مع اللي قبلي عم اتعامل معها. ما شفتك عم تتصرف هيك مع اسيل تحملها بين ايديك؟ ها؟ لانه اسيل ما انضربت رجلها وانوجعت ولا مره. العاب خلصني.
رواق مو؟ قديش حلو هيك؟ إنه نحن لحالنا؟ إيه، يلي بيسمعك بيقول قاعدين بعشرة رومانسي على ضو الشموع، قاعدين عم نشرب شاي ونفسفس بزر ومنساويها. وحياتك، فينا نساوي عشا شموع؟ يعني شو رأيك بالفكرة؟ أنو فكرة قصدك؟ عنا عم تحكي؟ لا يعني بقصد منطلع مع ناس غيرنا رفقاتنا وبنقعد منحكي مع بعض. نطلع مع ناس غيرنا؟ شو أخباره نزار؟ ما شفناه من هديك الحادثة، تعرف عنه شي؟ كرمال الله تركينا من نزار، هذا الزلمة ناوي يفوت لموسوعة جينيس بالتنبلة وقلة المروة. ها؟ أهلين، تعي تعي، شو صاير معك؟ شو بها رجلك؟ مو اليوم في تصوير؟ بلا كان في، بس هلا ما خرج أحكي لكم بنوب. ستي جاني علي وحكت معي شي 10,000 مرة. ستك فيوزات طاقة، أنت ما رحتي رح تبهدلك. خلص اقعدي معنا وارتاحي شوي. حكيك مزبوط. خدي عليكي. احكي لنا مين كان معك؟ مين هنن العارضات؟ صورتي معهم كلهم ما؟ ايه؟ هلا بتنزلي الصور معهم على صفحتك. صور سيلفي مع أشهر عارضات تركيا. عم تصور؟ أنا كنت مشغولة طول النهار عم وقع العارضات بالمي، وأنا عم لبسها الكندرة قلبت ووقعت بالمي، شو أعمل؟ ولو تعرفوا مين بتكون؟ لونا يلدز. حاجتك بقى. وكمان وأنا عم طالعها من المي انفكشت رجلي ووقعت. هاي ستي، أنا لازم روح دغري، بكرة منحكي. جاية ستي جاية. شوي شوي. هالبنت مثل المسلسلات يلي بأجلوا أحلى اللقطات لتاني يوم. وحمة، هي من الولادة يعني وحمة. ليش هيك عم يصير؟ نريمان خانم، وينك لهلا وقديش الساعة صارت؟ ستة. طول الليل ما نمت وعيوني رح تتنفخ. روحي جهزي لي قهوتي. يلا يلا يلا. نحنا منشتغل كرمالكن انتو بس، وحضرتك مفكرة انه انا لسه لهلا ما بعرف اعمل قهوتي لحالي، لانك ما بتفهمي. طبعا بعرف اعملها. نحن هدفنا نخلق شغل يا بنتي، مشان انتو تقدروا تلاقوا لقمتكن، مشان تعرفوا قيمتنا بالنهاية. معك حق اكيد يا خانم. وينو تليفوني؟ جيبي لي اياه. اعطيني اياه لهون. والله العظيم طلع لك روحك بايدي. عادي هون لشوف، لسه ما خلصت كلامي. ايه حاجة بقى، من امبارح ما شغلتك غير تطلعي لي روحي. ايه رح طلع لك روحك من ورا شغلك اللي بيخجل. والله ما عم اعمل شي، وحياة الله ما عم اعمل شي غلط. اترك التليفون. بس يا ستي هذا المدير عم يتصل. عيب. ايه في مدير بيتصل من الصبح بكير، لانه لا تردي علي اتركي. لا انتي جنيتي على الاخر. ها بدك اياه يقلعني من شغلي يعني؟ اطلعي على جبيني، شو مكتوب؟ مكتوب شي هبلة مو مكتوب؟ لا تردي ويزعل حضرته. الكلام اللي بقوله ما في بعده كلام بهالبيت، احسن ما ابرك، مفهوم؟ والله بطلع روحك، عم تفهمي؟ سكري التليفون ونقبري هون، خلص الكلام. يا الله. مليت وداخلي، مليت منكن، مليت منك، ومليت من هالبنت، وكمان مليت من عمر. مليت 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 مليت.
هي عيونها باظين كتير يا حرام مسكينة. نروم هلا بالحلو. يا روحي يا عمري يا كتكوتي يا بنبونتي، كيف ولو أي اليوم؟ ماشي حالي بس مشغول بهدول اللي ما بيعرفوا يشتغلوا. مبارح ما حكيت أنا وياك، مروق اليوم لعندي منحكي شوي. حياتي عندي شغل كتير وفي تخبيص فوق العقل وفصل مبارح غير شكلي، بتعرفي لازم زبط يا حياتي. اليوم قال بده يجي لعندي ناجي وقلت خليني اهدي له لؤي حقنة بوتوكس مشان يحلى، فشو رأيك بهالفكرة هاي؟ شو عم بتقولي؟ خلص أنا الظهر أكيد بكون عندك، تمام؟ تمام يا حياتي، عم بستناك لا تطول. بوسة. إيه أنت بدك تلهيني. مو معقول قديش أنا ذكية من تطليع ببين. مو عفوا نريمان خانو، يعني لما تطلعي فيني بتقولي لحالك يا إلهي هالمرة شو ذكية. لا تحكي، الوحدة ما لازم يبين ذكاء لحدا، أحسن ما يصيبوها بالعين ويحسدوها. حاضر يا خانو. يلا 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 روحي. لنشوف شو في اليوم. ها خضار، خلينا نطالعون. عن جد هالزلمة ما في منه وأكابر، بيتغذى بشكل صحي وبينتبه على حاله كتير، من البيت للشغل وبالعكس. وبيعمل رياضة لجسمه، وأكتر شي بيستهلك خضرة. والله هالزلمة لو في منه 10 كانت الدنيا بخير، عسلامته. ما في منه. شكله صار رح دوق. بيقرف، كيف هالمجنون بيشربه؟ مو طيب بنوب؟ يمكن انا غلطانه بالخلطه. وقفي وقفي هاتي. صب لك يا بغير كاسه تشربه. الخلطه تمام، طيبه كتير. عم تحكي عن جد؟ بس طعمته ابدا مو طيبه، كيف قدرت تشربه؟ والله ما في داعي، بلا ما تشربه بلا ما تاذي حالك، لا تكون مريض. لشو عم تشرب هذا الشيء هلا؟ ليش؟ خير؟ شو مبسوط؟ اول مره بشوفك عم تضحك. ستي دائما كانت تقول اي انسان بتشوفي روحه الحقيقيه لما يكون ضحكان او مبسوط. يعني هي اول مره بشوفك على حقيقتك، اما الباقي كله اصطناعي ما انه محسوب. يعني انت هلا مبسوط؟ يعني انا يلي بقصده انه انت مانك مضطر تمثل علي هاي الضحكه. ما بعرف، حاسستك هالمره حقيقي كتير، ضحكتك حلوه كتير مثل البيبي الصغير. انا شو مخبص؟ يلا رح استناك بالسياره برا. باي. مو مشكله، استنيني هون، انا خليني اغير ثيابي وبعدين بنروح. تمام، ما بطول. دقيقة دقيقة، شو عم بتساوي؟ لوين؟ شو رأيك تكتبي على الباب بالخط العريض عم نعمل مؤامرة جوا؟ قلتك هيك رح يحسوا؟ روحي عنا يا أعصابي تلفت، روحي افتحي الباب. شطورة، هلأ اطلعي لبرا. لا يلا. ألو، مرحبا، أنا منيحة وحضرتك؟ معلوم طبعاً، أكيد فكرت. أنا قررت وبظن أنه ما رح أقدر أكون معكن، يعني هذا النوع من الشغل ما بيناسبني، وإذا انضميت لكن عمر بينتهي بدمره. مفهوم كلامي؟ هلو، تليفون خاص؟ مين هاد؟ مو مع حدا مهم، عادي، أصلاً كنت مخلصة، حكيت يلي بدي أقوله. لمين؟ ليلي بالتليفون غسان. بالله
بدي اعرفه. غسان شو فضولي انت؟ بعدين شو دخلك قليله؟ حبيبي حاجتك بقى. ليش؟ ما ممكن يكون؟ بيكون احسن اذا ما في. هيك قلتك؟ انت بس اتركيه وجربيني الي. طلعي لهون. صباح الخير. من اجل حكينا احسن. صباح النور عمر. اهلين. انا بمكتبي مفهوم؟ لا تطولوا علي. لنشوف. يلا. ايه شو كنت عم بقول؟ شو بيعرفني؟ غسان بيك تليفون. الكل مستقصدني اليوم. مالي نصيب. شو بدنا نعمل؟ اول شي بتسجلي قوالب لمعلم صبري، وبس يجهزوا لازم نتحرك بسرعه لانه وقتنا ضيق، والا رح نضطر نستنى. وقت تروحي لعند صبري هو رح يحدد لك التاريخ، فهمتي؟ حلو. وفحصي لي كنادر موسم البحر، وبعتي لي لمرت عمي من كل موديل قطعه، وهالشي مهم كتير، فهمتي؟ روعه. سكرتيره السنترال اخذت اذن، انت بدك توصلي المكالمات. التقرير يلي جهزتيه مشان الشغل القديم بدك تقدميه لي. في شي مو مفهوم؟ مفهوم كله. ممتاز، يلا على الشغل. ماشي هلا بحلهم كلهم. اسمع لؤي، شي يوم بدي اياك تصورني صورة حلوة إلي من هلأ بالبيت بشي محل. انا شو ناقص يعني هدول اللي بتصورون؟ انا احلى يعني؟ مو معقول افضل مصور بتركيا رفيقي ما بده يصورني ولا صورة واحدة. انسى. ايه هات لشوف، احكي لي شو عم بصير بهالشركة. خلص ناجي، يسلموا ايديك يا حياتي. نهارك سعيد ناريمان خانو. يلا سلام لؤي بيك. نهارك سعيد ناجي بيك، شكرا كتير كتير. عن جد انت مرة ملعونة، كأنه ما عندك جوات الشركة غيري يعني. حياتي يا سلطانتنا، انا مو سهل، ما بتاخدي مني كلام بالسهل ابدا. شو هالحكي لؤي؟ شو جواو؟ شركة شو؟ حكي شو؟ حرام عليك لؤي. هداك اليوم سألت عليك هديك البنت. مين قصدك؟ ياسمين ما؟ اي شوف اي اي عيوني التنتين بلشوا يغبشوا، والله وقت اللي بسمع باسم هديك البنت ما بعرف شو بصير بجسمي. انا بقلك هديك البنت لا تقول اسمها، لا بقى تقول لي ياسمين، لا تقول، عم تعب فورا. المهم قلت لها وين لؤي؟ شو عم يعمل؟ قالت لي انك معصب كتير وما عم تتحمل حدا. شو اللي ما عم تتحمله؟ كش برا وبعيد حياتي. بس هي ياسمين ما نقليلي ابدا ها. انا ما عندي هي الشغلات اللي انت عم تحكيها عني. شو هذا يا؟ بس الفكرة انه عمر شو عم بيصير معه؟ شبو عمر؟ وينه جوزك؟ اتركنا من جوزي، شبو عمر احكي لي. حياتي بكره بيطلع علي صيت انه بنقل حكي، وانت بتعرفي اني ما بحب هي الشغلات بنوب. ما بيطلع ما بيطلع، اصلا جوزي مع رفقاته على الغدا، يعني اطمن سامي مانو بالبيت. ويا ترى مين هدول الرفقات؟ يا ربي دخيلك، وشو بدنا من رفقاته لسامي؟ كرمال الله مين ما كانوا يكونوا؟ ناريمان خانم مو هون ما هيك؟ لا مو هون ما اجت. والله انا ما بعرف شو عم بيصير يا نارو، عم يحكوا عن زوجك انه نسوانجي كثير وانه عم بيطلع مع البنات والعارضات، فيا ريت تنتبهي. دخيلك هو ما بيطلع بايده يعمل هيك شيء، بيلف وبيدور وبيلف وبيدور وبيرجع لقرنته. يا حبيبتي بصراحه الواحد بده شجاعه ليخون يلي مثلك. قلبي رجف منك. انا ومدامتي مختلفين بطباعنا بالحياه ومختلفين بطريقه حياتنا كمان. اصلا هو طول اليوم فوق راسي ما بخليني اعرف اتنفس ابدا. بتعرفي أحياناً من مشاغل الحياة ما بنقدر نشوف بعض أو نلتقي لأسابيع طويلة. تخيل سامي ما بيعرف يعمل شغلة مثل الخلق، لو ما كنت أنا من زمان كان وقع. بالنتيجة هو الرجال وأنا بإيدي اللي وصلته لهون، بإيدي بإيدي. إنه تكون زوجة رجل مثلي وتقدر توقف جنبي مو سهلة أبداً. أحياناً ببلش يحكي، يعني قد ما بعصب منه كل جسمي بيرجف. بقول له اختنقت كتير، يلا روح ودور، بيلف شوي وبيرجع. بدك تمشي الرجال على كيفك. هدفها كانت تدعمني وتوقف معي، وهي طبعاً بتعرف الضغوط الكبيرة اللي عم بتعرض لك الرجل. صحيحة أنا بهتم بالنسوان وكل النسوان بلا استثناء. فينا نحكي شوي عنك أنت كمان؟ كان بودي والله، بس أنا هلأ بدي التقي مع رفقاتي، لهيك بدي استأذن منك. أنا ماشية. فيك تتفضلي. طبعاً بتمنى أتعرف عليك أكتر عن قرب، بس بوقت تاني. مثلاً ممكن بكرة نفطر مع بعض، طبعاً إذا كانت زوجتك ما عندها أي مانع. بالرغم من كل مشاغلي اللي فوق راسي، أنا بوعدك أني رح أعمل جهدي فضي حالي كرمال نفطر سوا. تفضلي كارتي. ممتاز، اتفقنا معناتها. اتفقنا يا حلوة.
نارو شفتي شو صار بالتصوير اليوم ما هيك؟ لما انفكشت رجلة للبنت كان شكله مثل الأمير لما ركض يساعدها. وشفتي شو صار بياسمين؟ يا لطيف شو زعلت وشو طقت وشو انقهرت كمان. كانت رح تنفجر بمحلها. مزبوط مزبوط شفتها شفتها كان وشها مصفر مثل الليمونة. قليل عليها اللي صار. أي لؤي منيح اللي اجيت لعندي لهون. ايه شو قلتك يعني بالشركة حبوها للمساعدة الجديدة؟ فاشلة بكل شيء بس عندها موهبة شيطانية. والله هالبنت حظها قليل كتير كتير لأنه المسكينة وقعت بين هالشريرات. عيونك خلص بكفي. مزبوط قلتك. طيب هلأ شو اللي بدنا نعمله؟ بالأول بدأ الرقم وبعدين بقول أنا مساعدته لعمر بيك وهلأ بدي حولكم لعنده وبوصله مع عمر بيك وبعدين بك بس هاد الزر مو هيك بعمل؟ مو هو مو النجمة المربع ديما فهمتي كبسة المربع عم تبي؟ خلاص مو النجمة المربع خلاص اهدي لا توتري ما بدأ شي مو صعبة كتير سهلة فتحي مخك وبس أنا رايح عندي شغل وإذا صار شي بتناديلي يلا باي. شو كانت هي؟ النجمة ولا المربع؟ أي واحد بدي أكبس يا ربي؟ شو قال لي؟ والله نسيت كيف بدي أوصل أربع أشخاص على الجهاز هاد. فؤاد فؤاد شو كان النجمة ولا المربع؟ يا الله صار لي ساعة عم بستنى وما رن تليفوني. تطلبي لي أسكي شهير للتصاميم فورا. لك كيف بدي أطلبه أنا؟ ديما عم بقلك اتصلي بمانو مشان يبعتولي أكل. أنا عندي طبق خاص وهنن بيعرفوه. مانو وأسكي شهير وهلأ مانو ما بدي خربت. يا الله ساعدني يا الله ساعدني يا ربي دخيلك. بالأول أسكي شهير بالأول أسكي شهير. وأخيرا ألو ألو من عم بيك؟ أهلين. ألو ألو مرحبا عمر بيك؟ رح أوصلك بعمر بيك فورا. ألو ألو من عند بيك؟ أهلين عمر بيك. أهلين فيك. شوي تانية مساعدتي بدها تجمعنا كلنا بمؤتمر. حضرتك جاهز؟ جاهز. ألو 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 سيرين خانم؟ أيوة تفضلي. ثواني بيكون البيك معك. إيه من عين؟ ألو عمر سيرين خانم؟ ألو سيرين خانم؟ ألو بتحب نجيب لك شيء إضافي مع وجبتك غسان بيك؟ مع وجبتي؟ إيه ديما ديما شو هاد؟ عم بيقولوا وجبة ليش طالبتي لي من المطعم ديما؟ عمر بيك خير في شيء؟ هذا التخبيص معقول؟ هلأ بطلب لك يا هون عمر بيك هلأ بيرن تليفونك وبيكون أربع أشخاص عم يحكوا معك. بعدك أنا بعدك ما رح أتأخر أبداً. دخيلك يا ربي هالمرة شكله معصب من اللي سويته عن جد. الله لا يعطيني العافية على اللي خبصته. فؤاد فؤاد اجيت بوقتك ساعدني. انتي ناديتي لي وانا اجيت شبه تعا صلحي اللي خبصت. شو صار؟ دخيلك كرمال الله حلي لي شغلة هالمؤتمر هاي. ماشي لبكت كتير. والله انا كتير خايفة كل شي تخربط مع بعضه. ماشي بس استني دقيقة بس. الو يا هلا فيك. ايه هلا رح اوصلك بعمر بيك. سوري كتير خليناك تستنى شوي. شكرا كتير لك. تفضل يا بيك. الو سيرين خانم كيفك؟ طبعا طبعا يا خانم كان في عنا مشكله وهلا رح اوصلك فيه. شكرا كثير لك يا خانم يسعد اوقاتك. اتصل بمانو. مانو وهي مانو على الخط الثاني. الو مرحبا مطعم مانو. ايه تفضل. ابعت لي وجبه الغداء اللي بطلبها دائما. وهيك انتهينا. يا الله يا فؤاد انقذت حياتي. كنت مرعوبه منه كثير كنت خايفه منه حسيته رح يقطع لي راسي. نو هالمره منيح انه نفدت. رح اخذ الكنادر لناريمان خانم مجهزينهم من الصبح. مو أصلاً هي إذا عرفت بالفصل اللي عملته رح تخنيني بإيديها. خلص ديما كلهم حلوا على كيفك. يلا أنا رايح شوفك موفقة. إيه شكراً كتير فؤاد. والله بلاك كنت ضعت شغلي صار اليوم.
رحتي ودعتي للؤي؟ ايه طبعا يا خانم. تمام، بعد شوي رح يجوا لهون جماعة المساج، روحي حضري لي الزيوت. يا الله يا الله قديش انا مشغولة اليوم، ما حلون يوصلوا هلا. افتحي لي شوفي بسرعة، يلا يلا. ها شو جابي؟ شو جاي تعملي هون؟ ليش مالك مع عمر بالشغل؟ اجيتي وتركتي الزلمة لحاله؟ شو انتي ما فيكي مخ يا بنت؟ عمر بيك بعت لك من الكنادر تبع الموسم الجديد. شي حلو. ليش ما رديتي على تليفوني لما دقيت؟ الصبح؟ ايه الحقيقة كان عمر معك وقتها؟ لا ايه كنت عند عمر بيك عم اشتغل. طلعي فيه، انتي شو قصتك يا بنت؟ لا تبكي ديما، انا ما بتحمل الدموع منوب. خدي هدول من ايدي، خديهم بسرعه. شوفي ديما ليش عم تبكي؟ ريمان خانم الظاهر انا ما رح اقدر اشتغل هالشغله. يا ربي خلص اهدي اهدي. يلا مايا تحركي شربينا شي. لا خلص لا تبكي، تعي 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 عدي هلا ارتاحي. احكي لي شو قصتك، شو صاير؟ هاتي لنشوف قصتي. نزار ليش ما بتاخدني على القهوة معك شي يوم؟ وشو رح تعملي بالقهوة يا فصعوني؟ أصلاً هي مكان مناسب لعمري ولطولي كمان، وما إلي علاقة بإنك تقلي يا فصعوني. ما له علاقة، قلتيلي شو هالحكي؟ شوف على هالأسلوب. سارة بتعرفي إني أحياناً بخاف منك كتير؟ يعني ما نو طبيعي أبداً إنه يلي بعمرك يفكروا بهيك طريقة. كيفك سارة؟ منيحة. مرحبا. يا هلا يا مرحبا بملكة الجراسين، شو أخبارك؟ طمنيني منيحة؟ ايه منيحة. مبارح سألت عنك اسماعيل إذا عم يشوفك. خير ليش؟ عادي الواحد بيسأل يعني. وانت مريت بظروف صعبة ومعنوياتك مو منيحة كانت. لا صرت أحسن. ماشي ما بدي أخرك، سلم لي على الكل. شوفكن سلام. الله معي. شوفك بعدين نهال. نزار لا تعمل نسوان بهالطريقة. نسوان؟ الصبية اللي بتكون محترمة ما بصير تمزح معها مثل الأولاد الصغار. شو هالحكي سارة؟ صبية ونسوان، انت عن مين عم تحكي؟ عم بحكي عن نهال. عم تحكي عن نهال؟ هاي نهال بعرفها من هي وصغيرة وكبرت ووعيت بين ايدي. ديما ونهال بالنسبة إلي مثل بعض، شي طبيعي امزح معها. ديما بدي فوت لعند عمر قبل ما اروح، هو فاضي هلا؟ ما عنده حدا. فاضي تفضل. شوفي باين على وشك متضايقه شوي. كل شي اشتغلته كان مخبص تخبيص اليوم، عمر بيك معصب مني. شفته ايه؟ يا بنتي بتعرفي انك صرتي اسطوره وكتير كبيره كمان بالشركه هون؟ انت ليش عم تعملي هيك؟ بس ريحي حالك من هالشغلات، ما انا صعبه لهالدرجه. ديما انت ذكيه، هدي حالك لشو متوتره هيك؟ انا ذكيه؟ احيانا وشوي مشوشه طبعا. طلعي فيني على طول بتسمي. ايه مو بتسمي هيك، مو مصطنعه. ايوه ايه لك. مو بتسمي الي لهنيك. ديما شريك كيفك؟ شو عم تعمل؟ ما بدك تجي على الافتتاح تبع خالتي؟ شو اخذني لعند خالتك؟ طبعا ما رح اجي، انا اصلا بعتت لها ورد. بعتتي ورد مو هيك؟ ايه طبعا بعتت، لا تقلق يا بيك. ماشي لكن الحقيني. غسان اعتذر من خالتك وتحجج بشي شغله. ماشي ولا يهمك عندي. تفضل عمر بيك. شو كنتي عم تحكي مع غسان؟ هو المهم عندي الشغل، إذا غير هيك ما بيهمني شو كنتوا عم تحكوا. ديما كل التصاميم يلي بماركتنا آخر 5 سنين، كم قطع أنتجنا وقديش انباع وأي منتج انباع أكتر شي، بدي تجهزي لي فيهم تقرير. لما تفوتي على بياناتنا بتلاقي الجرد السنوي، بس برأيي ما نبقى على الفايلات، بدي تعملي لي كمان نسخة ورقية، فهمتي؟ جرد سنوي نسخة ورقية مفهوم.
إذا الصبح بتسلميني إياه بكون ممنون. بكرة الصبح عمر بيك؟ نعم. في عندك شغل تاني ما فهمت؟ شغل شو؟ شو بدي يكون عندي شغل تاني يا بيك؟ طبعاً بجهزة وبالأخير ما عندنا شغلة تانية. حلو كتير. حاضر. طيب بالإذن. الصبح بكير بده يا كيف بدي أعملهم؟ أصلاً ما فهمت شو كان عم يحكي. أنت انتهيتي يا ديما، يعني حتى لو ضليت هون واشتغلت لبكرة الصبح ما بعرف شو بدي أعمل باللي طلبه. يا الله إذا تأخرت بنروح على البيت ستي بدها تقطعني 100 شقفة بدها تقطعني. خود بقى شو بدي إلا هلأ. أوف أنا ماشي ما بدي وصيكي ديما. الله معك عمر بيك. شو بدها ديما؟ خير هاتي لنشوف. أخي أختك رح تتدمر اليوم، المدير عطاني كومنت شغل وبعمري ما بخلصهم وما رح أقدر أبقى هون لأنه ستك ما خلت شي ما حكيته معي مبارح. وأنا شو بعمل لك؟ تعالي على البيت وكملي شغلك. ما بتزبط يا نزار، لازم أعمله هون على الكمبيوتر بالمكتب. والله ما عارفة أنا شو بدي إلا لستي هلأ. ليكي أنا رح ساعدك، بس إذا طلعتي عم تضحكي علي فوقتها أنا بعرف كيف أتصرف معك. أخي أعدم نظري والله العظيم عم قلك شغل، بدي جهز تقرير سنوي ورقي وبدي خلي نسخة على الهارد كمان. خلص خلص فهمت عليكي أنا بدبرها تمام. تقول بدها تنام عند نهال. ليكي سمعوا عم يقول انك عند نهال وبدك تنامي عندهم. ايه بس انا لشو بدي ابقى عند نهال؟ جايين خطابين وبدكم تعملوا شي شبرك وتساعديها. عم تعملوا شي شبرك؟ ايه سمعته منيح. إيه؟ سمعوا؟ من وين بيخطر على بالك هيك افكار رهيبه؟ شو بيعرفني؟ انا اذا بدي اخطب بنت بالاول بدي اكل شي شبرك من تحت ايديها. عم يقول انه اذا بده يخطب فهمت بنت. فهمت ماشي سمعته. اسمعني زهر قول لستي هالحكي اللي اتفقنا عليه. ايه ماشي انا بخبرها، بس قلتك ستك رح تصدق هالكذبه اللي ما بتتصدق. خير ان شاء الله وليش لحتى ما تصدق؟ ايه لانه نهال لساها صغيره، مين بده يجي يخطبها وهي بهذا العمر؟ صغيره شو؟ البنت بحق لها تنتخب بكل الانتخابات ولو ما بتخجل بترشح حالها، خلص شو بنا؟ انا لما بكذب على ستي بتعرف تغري من صوتي يا اخي ما بعرف مسي، الا انه خلص شحن موبايلي واني عند نهال، والا انه عندك خبر الله يوفقك. ماشي يلا ماشي. سلام. فهمت. فؤاد فؤاد ضليت لحالي انت كمان رحت. فؤاد ما رحت لسه بس بدي روح. ديما اليوم عيد ميلادي بتعرفي؟ ولا حدا بالمكتب تذكر عيد ميلادي لهيك قلت خليني احتفل مع رفقاتي على الفيس وما بدي منيتهم. العمر كله كل سنة وانت بخير. العمر كله يا فؤاد. مرسي لك. انت كان بدك ياني شي؟ شو؟ لا لا ابدا ما بدي شيء هيك عم احكي مع حالي انا بس انبسط مع رفقاتك. لا تاكلي هم اكيد بشوفك بعدين بخاطري. بشوفك اكيد. باي باي, باي. يا ربي دخيلك شو عامل بهالشغله هي. مرسي بيبي. ألو ألو ماما نريمان. ماما بعينك شو؟ لأنه صوتك هيك بحسس إنك أم. اسمعي ديما بلش قلبي يرجف منك، شو عملتي كمان وشو خبصتي؟ خبصتي ديما ما؟ لا لسه ما خبصت بشي بس بصراحة ممكن خبص. عمر بيك طلب مني شغلات كتيرة وإذا بضل قاعدة من هلأ للصبح ما رح لحق ساوي ولا شغلة منها، وقال لي كوبي هارد وانا ما بعرف شو هارد. ايه خلص فهمت تمام. شوفي هلا انا رح حل هالمشكله كلياتها، انتظري تليفون. ماشي نريمان خانوم شكرا. الو نريمان خانوم. الو فؤاد شوف اسمعني منيح، عمر عطاها لديما شغل كتير وهالغبية ما بتعرف شو بدها تعمل. طبعا هلا وفورا تترك كل شي من ايدك وبتروح لعنده ولازم للصبح تعملوا الشغل كله وتخلصوا. هو يا خانم انا اليوم حكيت مع ديما مشان هذا الموضوع، قلت لها بدي احتفل بعيد ميلادي. يخرب بيته شو غبي قاعد عم يضيع لي وقتي وبده يحكي لي على عيد ميلاده. نريمان خانم. غساني يا عمري يقبرني هالصوت شو حلو. شو وينك انت حبيبي؟ شو عم تساوي؟ هات خبرني لشو. وين بدي كون؟ انا هلأ برا البيت وبدي روح مشان افتتاح المحل. غسانو بترجع من محل ما انت فورا. شوف
اسمعني منيح، عمر عطاها لديمة شغل كتير، وهالهبلة اللي عنا ما عم تعرف شو بدها تعمل، كتير ضايعة، ولازم من هلا للصبح تلحق تخلص كل الشغل، وانت رح تساعدها. يعني ناريمان خانم، هلا وقتها لهي ديمة؟ غسان شبك؟ يا روحي انت، أميري انت، أنا لو ما كنت بحاجة لمساعدتك ما كنت اتصلت فيك أبداً. المهم اسمعني، ديما لحالة هلأ وما عم تقدر تعمل أي شيء، وبعدين رح تخرب كل الشغل لحالة، ونحن ما بدنا يصير هيك شي حبيبي. هيك قلتك؟ والله بس لأنه أنت بدك، ولا أنا بحياتي ما بروح لعنده، رح أمره على الافتتاح ومن هنيك على الشركة. تمام؟ تمام غساني، بتشكرك كتير يا روحي. تكرم عيونك ولو؟ ألو ناريمان خانم، قبل شوي انقطع الخط يمكن. هذا أنت يا غبي، خلص حل عني، دبرت حالي أنا. أنا آسف ناريمان خانم، باردون. ألو؟ غسان هلا بده يجي لعندك ليساعدك، استني شوي وبيوصل. ماشي ناطرته هون. شكرا كثير لك ناريمان خانم، كلك ذوق. لا ما سكرت. لمين عم تتمكيجي خير؟ مو لحدا، بس عم زبط حالي مو أكتر. وهذا هو قصدي من يلي كنت عم قوله، لمين عم تتمكيجي يا حلوة؟ عمر لساته بالمكتب؟ مو هون، راح. راح على البيت؟ والله ما بعرف وينه. ايه ماشي، رايحة لعنده معناتها، لأنه بدي أحكي معه بخصوص التصاميم الجديدة. شو هاد؟ يا سلام، شكلك هالمرة عملت شغل كتير حلو. ليك عمر، بدي أقول لك شغلي، على الأقل كل 10 سنين بيتغير كل شيء وبتتبدل كتير شغلات، بس هالكندرة بيضلوا بيلبسوها، وبعدين رح يطلع 50 موديل يقلدوها. بالأول خلينا نصممهم، وبعدين إذا بدهم يقلدونا مو كتير مهم. أنا بفتخر فيك، ولما بيعرف جدك رح يكون فخور مثلي وأكتر مني. يا الله، هذا الموضوع ما رح يتسكر؟ إيه ولا يتسكر، يعني شو فيها؟ اسمعني ابني، لازم يكون عند الإنسان ناس يشاركوها اللحظات السعيدة اللي بيحسها. الحياة فيها موت ومرض وصحة، ترك اللي بيحبوك يكونوا جنبك، منوقع ومنقوم، بس الناس اللي بيحبونا بيكونوا حوالينا. أنت ما بتعرفه لجدي بنوب، أنا يلي بعرفه. جدي مانو الشخص يلي ممكن تعتمد عليه بالحلوة والمرة، يعني إذا ما كان جنبي بيكون أحسن، أصلاً هو ما كتير فارقة معه. شو هالحكي؟ واحد مسك دنا بالفيل وقال شو هالمخلوق هذا، صغير كتير وتافه، وفي واحد تاني مسكه من فخده وقال شو هالمخلوق الضخم هاد. ما فهمت شو قصدك تلي. شوف يا عمر، الحياة مانا مثل ما أنت عم تنظر لها بنظارك، أحياناً لازم ترجع لورا مشان تشوف الموقف أوضح. الحياة مو مثل ما عم تشوفها أنت وبس. اسمعني معلمي، أنت رجال طيب ونيتك صافية كتير، بس في ناس مو بإيدهم، هن أشرار، لشو بدك تغيرهم؟ خلص اتركهم. اسمع ابني، أنا حكيت لك كل اللي بقلبي، بالآخر أنت راح تمشي بالطريق اللي راح تختاره وبتلاقي حالك فيه، بس اوعك تنسى إنه إذا شي يوم وقعت أنا موجود جنبك. نحن أخذنا الحديث وتركنا اللعبة، وها رح أخذ لك هالخانة. خذها بتستاهل. شوفي، أكيد عمر بالأخير حبسك. غصان بيك، ما بعرف شو بدي أقولك، أنا آسفة كتير لأني سرقتك من حفلتك وحياتك الاجتماعية الحلوة. عادي، ما بتقدري تقولي عندي هالحياة الاجتماعية الحلوة كتير، نفس النسوان وكذبون ولون شعرون. شغلة النسوان معقدة كتير، بس شغلتنا محلولة، رح نضل قاعدين هون للصبح. شو علي منقعد؟ شو قلتي؟ قلت ايه منقعد للصبح؟ يعني منضل قاعدين للصبح لحتى تخلص هالشغلة.
والله. لشو بدي كذب يا ستي؟ ما قلت انك عم تكذب نزار، بس حلو. يا ستي شو له طعم اليمين؟ لشو؟ عم قل لك خلص شحن موبايله وقالت لي قول لستي انه بدي ابقى عند نهال. طيب قل لي مين هدول الخطابين؟ ما في حدا بالحاره خرج يخطب بنت، لو فيك انت عرفت. معناتها مانن من هالحاره ستي. نهال موافقه على هذا العريس؟ ما دام عم تعمل شي شبرك، بيكون اكيد عاجبها العريس، شو رايك؟ والشب شو مواصفاته؟ خالص عسكريه ولا لسه؟ في معه صنعه بايده؟ قل لي شو بيشتغل؟ لانه كثير مهم موضوع الشغل. شو بيعرفني؟ شو بيعرفني؟ انا ما بعرفه يا ستي، شو بكي فهمي علي؟ ايه دخيلك، مقضي وقتك عم تلتهي مع نهال، تتجوز وتخلصنا. شوفي يا ستي، بعدتي عن الموضوع مرة تانية، نحن موضوعنا ديما وهي رح تنام عند نهال اليوم، لا تعقدي الموضوع، خلص روقينا. وهيك منكون خلصنا. قلت له تمام وخالص. مو معقول، شلون سويتهم؟ صعب الشغل بس حلوين تصاميمكم. بس مو انا اللي صممته، عمر. انا بعرف بس بالتسويق. عمر بيك لحاله بيرسمهم لهدول؟ هو اللي بيصمم، يعني صحيح عنده فريق تصميم بس هو العقل المفكر. بتعرفي بالحقيقه عمر مانو بارد مثل ما انت شايفتيه هيك، انا بعرفه من وقت ما كنا صغار. بالباسكت بول كنا أنا وياه بنفس الفريق. باسكت بول؟ عمر بيك بجدف قوارب. ايه عمر بيك بحب الرياضة بالحقيقة، خلينا نقول هو بحب الصعب. ديما؟ عمر شخص طيب، وحتى هو نظيف كتير لدرجة بيخلي الواحد يغصب حاله إنه ما يغار منه. هو بالحقيقة أنا كمان ماني شخص سيء، يعني أنا قبلت عرضة لنريمان خانم، بس أنا يعني أنا ماني شخص بيعمل هيك شغلات، صدقني أنا بس بدي إياك تعرف هذا الشيء. فهمت عليك. شلون؟ لا ما فهمت علي. أنا بدي إياك تعرف إني بنت مو سيئة. يلا لنشوف. لوين؟ خلينا نروح ناكل شيء، جعنا بعد هالشغل. شو ما جعتي؟ بناكل. إيه ليكي تقدري تنتبهي عليه ما؟ أكيد هاتو. يلا. عفواً. بكرة لا تنسي ترتبي المكتب ها؟ أوف. كتير تكركب. أنا قايمي روح لعند نهال. لوين رايحة ستي؟ لوين رايحة؟ تعالي لهون. كيف بدك تروحي لعند نهال هلأ؟ قاعدة تفرجي على مسلسلك. أي مل قلبي من هالمسلسل، ما بحبه. البنت طلعت هبلة، كل شي بتسمعه بتصدقه، ما بدي اتفرج عليه. لك شو بكي؟ إذا ما كان عجبك أنا بلاقي لك مسلسل أحلى. إيه؟ ما في داعي تروحي بنص الليل. بلا في، أنا هيك خطر على بالي، اليوم ما بدي اتفرج على مسلسلات. لا تروحي ستي لأنه برا اليوم برد كتير وهلأ ما في الدومري وبدأ يرتفع ضغطك، لا تروحي. عادي يلا. إيه روح لك نشوف شو عم تعمل أختك عندهم، لشوف إذا تعلمت تعمل عجينة الشبرك بدي تتعلم تعملها عنا بالبيت كمان، إلا مثل ما عم قلك. ماشي أنا رايح فورا. وينك؟ خد معك سارة مشان ما تتأخروا بالليل، اسألوها وارجعوا، وبعدين مشان ما تروح على القهوة أنت ورفيقك وتلتهي بالحديث وما ترجع لي لآخر الليل. تمام. شرفي ألو؟ نهال معلش تنزلي دقيقتين لتحت بدي أحكي معك. بشو بدنا نحكي؟ لك انزلي دقيقتين، شي مهم كتير. تمام، أنت استنى أنا نازلة فورا لعندك ما بطول. يا الله. مسكي،
شكرا معلم. تعالي نقعد هون. قدرانة تمشي؟ يعني قعدي هون. تاكلي سندويش ما؟ ولا متعودي على الوجبات والطبخ؟ باكلهم كلهم وبخلصهم. كأنك فؤاد؟ انتي عم بتقلدي فؤاد؟ عيديها لشوف؟ طلعي فيني. هلأ بدك تكبسي زر F5 بالأول وبعدين بتكبسي زر Enter وبتنسخيهم كلهم بالملف وبعدين بتبعتيهم لعند عمر بيك، فهمتي؟ بس بكثير. كأنه صار في برد؟ خدي. شكرا كثير إلك. نعفو. وكمان بيعمل هيك. طلعي فيني، شفتي الإيميل يلي بعت لك إياه؟ بعتيه لعمر بيك فورا، مفهوم؟ خلصتي شغلك ولا لسا؟ وكمان بيحكي كأنه ما في مشكلة وكأنه الشغلة سهلة وما بدها تعب أبدا، وأنا بنجبر قله ماشي فؤاد كله مفهوم. هو فؤاد هيك لما بيحكي شي بحس الواحد حاله غبي كتير قدامه، حتى أنا ما كتير بفهم عليه، شو بدك فيه طنشي؟ ما هو أنا هيك بساوي غالبا بطنشه، وخاصة بس يصير يتفلسف علي، هو مفكر حكيه كتير سهل. شو رأيك تقلدي لي ياسمين؟ يسلم ويديك كتير طيبين. شو؟ يلا مستحيل ما بقدر. لا مستحيل يلا. ما رح أقلدها لياسمين. أنا مديرك وعم بطلب منك تقلديها. بس بشرط. إيه خليها بيناتنا لا تقلون. ماشي والله بتتبقني بعدين. بدي أداء حلو ها؟ لازم أعملها على الواقف. عمر أنا كتير مليت اليوم، طلعني نتعشى برا، مو أنت كنت وعدني تعشيني برا؟ كيف؟ لا تخجلني حاجة تضحك. تعرفي ديما بدي أفسد لهم عليكي. عن جد الله يوفقك، لا تقلهم. خلص بيناتنا. نزار شو رأيك تاخذنا على محل ببيع حلويات وبتضيفها لنهال مهلبية وأنا بوزة لأني بحب البوزة كتير. حاضر خانوم، المرة الجاية باخدكن على محل حلويات يا فصعوني انتي. لك شو بكن ليش لهلأ ما حكيتو؟ أنا قاعدة رح موت من خوفي. عادي ما في شي مهم نهال، ديما اليوم بالليل عندها شغل وبدها تشتغل لوقت متأخر، نحن قلنا لستي رح تبقى عندك واجينا نخبرك باللي صار، يعني مشان يصير كلامنا واحد، عم تفهمي؟ ايه عم بفهم. خلص أنا بدبر القصة، وأنا عم قول شوفي هدول ليش ما عم يحكوا شبهون؟ خطر على بالي كتير شغلات. لا ما في غير هالشغلة بس. وكمان قلنا بده يجيكي خطابين وإنكن عم تجهزوا حالكن لهيك ضليت. شو هاد؟ خطابين؟ إيه؟ من وين اجوا الخطابين؟ طيب إذا سألت أمي شو بدنا نعمل؟ لك شبكي خلينا نمرق هالليلة والباقي بعدين منزبطه. ولما أنا بعلق بلسان أمي من ورا هالنكتة شو رح تفيدوني؟ مين بدبرها؟ بس بدكن اتزوجوا وتخلصوا مني. تمام تمام تمام. لك شو صار لك انتي نهال؟ شبكي مشان نسكتها لستي وما نشغل لبالها طلعت هالكذبة. حلو كتير، انا بدبرها ورح يجيني خطابين. منيح هيك. شبكي نهال لوين؟ لك شو صار لعند هالمسا هي؟ انتي غبية نهال هبلة، الاحلام اللي ببالي على شو عم ابنيها هبلة. لك ليش زعلت؟ شو صار؟ مو على أساس ديما رفيقتها وعادي إنه تساعدها، شو عملنا يعني؟ يلا قومي سارة. إيه خليني انزل هون لو سمحت. بيتك هون؟ بالبناية اللي قدام. بوصلك على الباب لكان؟ لا أنت بتعرف كلام الناس وقديش هون بيحكوا، وأصلاً الوقت كتير متأخر. بدهم يحكوا عليكي. إيه مو مشكلة، معناتها لما تفوتي أشري لي بإيدك مشان أطمن عليكي ماشي؟ إيه طيب. أنا عزبتك اليوم. لا ولو تصبح على خير. وأنت من أهل الخير. باي.
يا ربي هذا اللي عم يصير منام ولا حقيقة؟ وليمو على أساس بدك تنامي عند نهاية؟ شو هاد يا ستي؟ وقفتي لي قلبي؟ كنت رح ضل عندها، قصدي ضليت عندها، بس ما قدرت نام بفرشتهم، ضليت عم اتقلب كل الليل، قلت بيجي بنام بالبيت. مين اللي بده يجي يخطبها؟ ابنه اللي تبع البقالية؟ لا يا ستي، أصلا أنت ما بتعرفيهم ولا أنا كمان. ليكي، أهلها بدهم يعطوا لها الشاب، يعني البنت موافقة؟ ما بعرف. ليش جايين يخطبوا نهال مو جايين يخطبوكي؟ ايه ما رح يجوا، ليش انتي بتعدي بالبيت؟ بدي اعلق علم واكتب عليه عندي بنت للخطبه. ستي عن جد بدك يانا نحكي بهالوقت هذا؟ رح تضلي عانس. خلاص بكره بنحكي بالموضوع، ليش نحكي هلا باخر الليل؟ يلا تصبحي على خير. طيب وانتي من اهل الخير ها؟ خلي نهال تقول لاهل الشب انه ديما ساعدتنا بتحضير الششبرك، بلكي بيكون في عندهم شب تاني ما بتعرفي. امانه يا ستي مو وقت هالحكي هلا. اوف بسيطة. مرحبا. مو بكير؟ شو شايفتيني بمنامك من الصبح؟ لأنه ما عم شوفك واشتقت لك كتير نهال. شو عم يصير لك؟ وشو هالمشاعر هاي؟ أنا تعبت من هالوضع ومن هالقصص كتير، الناس وكل شي كلهم غريبين وعجيبين، وبالحقيقة ليلة مبارح كانت ليلة غير شكل. ولإلي كمان. يي دائماً منحكي عني، حكيلي عنك شوي، لسه في 8 دقايق ليوصل الباص. بلا حكي فاضي، أنا ما عندي أي أخبار. آخر مرة ما حكينا كيف أمورك مع عمر بيك؟ نهال؟ مو كنت بدي أحكي لك المرة الماضية وما قدرت خبرك؟ شو؟ ليكون استني لا تتوقعي فورا. هذا عمر بيك، بتعرفي مين بيكون؟ عجزت. اوف هلا مو وقتك نهال، بلا هضامتك على الصبح. بتتذكري الزلمه يلي باسني بالمطعم؟ الله يثبت علينا العقل والدين يا ربي. والمره لقيتك هنيك وجابتك اللي كنت خايفه منه صار. نهال شو هذا اللي عم يصير معي؟ وشو اللي لسه بده يصير فيني؟ تعبت انا مو ناقصني. خلاص تماسكي شوي يلا بلا ما تتاخري. المسا منحكي، ولا تنسي لما بتضايقي اتصلي فيني واحكي اللي بقلبك. ماشي. ببقى بحاكيكي اكيد. اي حبيبتي. دخيل الله، اليوم ما بدي ضايق حالي ابدا وكل شي رح يكون حلو. لا 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 لا. شو بدي اعمل هلا؟ فايقه ولا خليه نايم بارضه؟ الو نهال، انت مو قلتي لي انه كل شوي اتصل فيكي؟ هو ما لحقت انه حاكيكي، بس فتت على البيت هلا عمر بيك نايم. شو اعمل، فايقه ولا اتركه نايم؟ شو هالحكي اللي عم تحكيه انت؟ ايه طالع كتير حلو، وكمان كتير طالع مسالم وبريء وهادي. ماشي ماشي. عمر بيك، انا اسفة مو بقصدي، ما بعرف كنت عم اقول لحالي شو بدي اعمل، فيقك ولا ما بصير فيقك؟ هذا اللي صار. انت مو على اساس تروح على الرياضة؟ اليوم شوي تعبان، احكي مع شكري خليه يجي ياخدك على الشركة، لما يرجع بياخدني. طيب ما بدك تاكل؟ مو جوعان، روحي.
عمر بيك، ديما قالت لي انك تعبان، سلامتك خير؟ فيك شي يا ابني؟ اليوم ما بعرف، راسي رح ينفجر شكري، مكركب عقلي مو بمحله، في شي عم بيصير معي. روح وصل ديما على الشركة ولبين ما ترجع بكون صحصحة. تكرم. حاضر يا بيك. أنا افترضت أنك رح تطلع بكير بكرة. عمو شكري قال أنك بتطلع الصبح كتير بكير، معناها رجعت حضرتك بتكون على 47 دقيقة. شو هالمنظر هاد؟ ليش مو عاجبك هاد المنظر؟ يعني ما بدك يعني يكون أنيق مثلا؟ ايه اكيد بدي. حلوة اناقتك، بس مو تطلع بهالمنظر من الصبح بكير. امبارح وين كانت هالاناقة؟ يلا بدنا نفطر وبعدين نروح. طيب بنفطر، بس لوين بدنا نروح بعدين؟ لعند عمر، رايحين على الشركة. تخيلك انا ما بدي اشوف وشه لعمر مثل وشه لابي، وبعدين ما عاد بدي افطر بنوم. سامي ليش؟ لانه لازم انتبه على حالي وحافظ على شكلي كمان. بهالفترة كتير سمنت، لما بدي حط راسي ونام يعني بيخطر على بالي كل شيء اكلته بالنهار. اطلع فيني سامي، مو رايقه منوب ونفسيتي ما بتسمح لي رد عليك بولا كلمة. ماني مستعدة فلس وما يبقى معي شيء، حنروح لعند عمر. يعني نحن لأمتى بدنا نضل عايشين تحت رحمته لعمر؟ نحن مانا تحت رحمة حدا، أنا ناريمان وبحل أصعب مشكلة، فهمان؟ أنت واثق بمرتك، يلا تعال، تعال نفطر بسرعة، يلا. غسان بيك؟ لك شو هاد؟ طالع حلو اليوم. كتير حلو. ميرسي. عجبني كتير. شو هاد؟ حلو ما هيك؟ عجبوك شو؟ شو حلو؟ ولي على قلبي أنا. شو؟ إذا علاقتهم كانت هيك شغلنا بيصير كتير سهل. أي شغل؟ شو دخل الشغل فيهم؟ إلا إنه غسان بيك بحبها لياسمين كتير. فؤاد لا تقولها. لا ولا شيء. صح، الوضع هيك ممتاز، كتير منيح هيك، رح نستفيد منه. غيرت اللون. الله يوفقهم. ليش لا؟ بتلفي 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 وبالاخير بترجعي لعندي. بالاذن. اخذتي قرارك ولا لسه ياسمين؟ على فكره عرضنا لساته قائم، واذا بدك مصاري اكثر بنلتقي وبنتفق. الشيء اللي عم تطلبه مني كتير خطير، وبعدين انا لهلا ما لقيت التصميم. المهم عندي اجتماع هلا، بعدين بنحكي. شوفي. صباح الخير. أهلين. ايه وين الشغل؟ يعني لازم اجي لعندك اخده ولا بالاصل مانو خالص اليوم؟ سويته كله، صار جاهز. تفضل. الشغل يلي بطلبه منك على مكتبي بحب شوفه على المكتب. لو كنت بمكتبك كنت بجيبه لعندك عمر بيك. قصدك تقولي المشكلة هلأ إنه أنا ماني بالمكتب؟ تمام بالضبط، يعني هاللحظة وهالكلام هاد لازم يكونوا بمكتبك جوا. طبعاً المهم يعجبك الشغل. ما فهمت ديما. يلي بدي قلك يا، إذا بدك تعيط علي لأنك ما فرغت الطاقة تبعك بالنادي فلا تعذب حالك لأنك فايق اليوم بالمقلوب. هيك تفاصيل ما بدي أحكي فيها اليوم، شفتيني كيف فقت وكيف كان المود. ديما شو عم تعملي؟ شو هالتصرفات هاي؟ يا فؤاد أنا ليش هيك صار عم خبص كتير؟
أنا ليش صار عم أعمل هيك شغلات؟ كل ما بشوف عمر بيك كأنه ما بيضل مخبي راسي، وكل شي بعمله بالعكس وبخرب الدنيا كلها. بدي أقول لك شي، يلي عم يصير معي هون بلا ما تعرف فيه ناريمان خانو. وانت كمان جنيتي انتبهي على تصرفاتك، ما صدقت عيوني لما شفتك عم بتعيطي بوشه لعمر بيك. لا بقى تعصبي قدامه ما بيصير. أوف يا شو رأيك ناريمان؟ برأيي بلاها روحتي أنا. هلأ بدي شوف عمر هنيك، وأكيد رح شوف هالبنت الفاشلة كمان، والشركة مكاني بيخنق، حاسس حالي مخنوق. خلص أنا بروح بلعب جولف مع رفقاتي. أي سامي خلص، مو وقت نقك هلأ. هلأ أنا عم نق؟ شو هالحكي اللي بلا طعمة؟ شوف المناظر برا، الأشجار والعصافير والفراشات كمان، شو حلوة هالحياة. على فكرة أنت مو طبيعي أبداً، ها؟ كأنه من جديد عم تلعب بديلك. عيب، أنا أبداً مو صحيح، ما عدتي فيها شوية حموضة لهيك عم خبص. ناريمان أنا عن جد متضايق ومخنوق كتير. آه خلص لك، أنا اللي اختنقت كتير منك سامي. دخيلك عمال كل شي بيخطر ببالك، وين ما بدك تمشي امشي، وخليني أنا أتحمل كل الشغل لحالي. الله يعني روح، أنت بتشتغلي مو هيك؟ ابني وقف على يميني بسرعة. يلا يلا، أنا بوثق فيك يا حبيبتي، حبيبتي ناريمان ستن كلهم. شو هالغلاظة اليوم؟ روح. عمر، بدي أسألك سؤال صغير. إيه؟ طبعاً هاد بخصك أنت وبس، في شي بينك وبين هالبنت؟ طبعاً ما في مشكلة، أنت شاب عزابي ومن حقك تتسلى كمان، بس بنصحك تدير بالك، يلي مثل هاي بتلزق بالواحد. عن مين عم تحكي؟ هاي اللي قاعدة هنيك. مو معقول البنات شو بيتمسكنوا، بيعملوا حالهم أوادم وبعدين بيصطادوا الرجال. ياسمين عيب، ما في شي بيناتنا، وديما هي مساعدتي. توقعت هيك شي، هي ما بتناسبك اصلا. عمر ركز معي، بدي اسالك سؤال. اذا بدك منعطي حالنا اجازه اليوم ومنروح ومنقضي النهار مع بعض، شو رايك؟ ياسمين، جيبي لي كندرة زحف نمرة 37 لو سمحتي. تكرم، بجيب لك، بتأمر أنت. بس من شام بعدين لازم تكون بتعرف أنا بلبس 40، إذا حابب تشوف هالتصميم على رجلي أنا بالذات بجيب لك قياس 40. أقدر تضحكك، وهذا المهم. ألبس لك السكربينة؟ مو ضروري، بدي نمرة 37 لو سمحتي. يا الله، رح يقلعوك يا ديما، اكيد تقلعتي. ليك فاتت لعنده مشان يقلعك ومرقت هيك من قدامك. يا سميتي، اجت الكندرة الجديدة؟ لا لسه ما وصلت، كأنه طولوا. الكل عم بيستنى. ايه هلا الشركات المنافسة بتكون حالتهم حالة. حياتي، بدي اسألك سؤال، المحل اللي كنتي تشتغلي فيه لساته عم يلاحقك ويحكي معك مشان تجيبي له تصميم الكندرة شو؟ الجديدة؟ شو؟ من وين جبت هالحكي؟ برأيك ممكن يتجرأوا ويعرضوا علي هيك شيء سخيف؟ أنا ما بعملها، عم تفهم؟ وحتى لو عرضوا علي مستحيل أقبل. على مهلك يا سميتي، شبكي؟ بتذكر أول ما اجيتي لعنا لهون على الشركة عرضتي هالشيء على المدير، وقلتي عندي رسومات التصاميم، إذا بدكم بعطيكم إياها. وعمر ما قبل بهذا الشيء أبداً. هالموضوع هاد ما صار وأنا مو متذكرته، وفرضاً صار شو؟ كون وقتها عم جرب أخلاق عمر المهنية وشو ممكن يتصرف.
يسلموا ياسمين. الله يسلمك يا رب. عمر، وصل التصميم الجديد؟ لا لسه ما وصل. لو رجعتنا رسمته على الأقل، لأنه نحن كتير متشوقين نشوفه. بس يجي بتشوفه. طيب. ديما؟ نعم عمر بيك. ديما معلش تيجي دقيقة لعندي؟ مشان شو اجي؟ قصدي ماشي، يلا يلا جاي فورا. عمر بيك، أنا قبل شوي بينت كأني عم عيط عليك، بس بالحقيقة أنا مو قصدي علي صوتي أبداً، هو لأنه ما نمت مبارح منيح، أعصابي كتير تعبانة. أنا ما قصدت إني ما عم نام منيح لأنه عم اشتكي من الشغل متأخر أبداً، بس أنا مثل ما أناك شايف ما بتنبلي الفولة بتمي ولي بقلبي على راس لساني وبدي أحكي، مشان هيك لا تأخذني لأني عيطت عليك، أصلاً أنا ما عيطت. خلاص تمام. نعم عمر بيك. ضيعتي كندرتك هذيك المرة، تفضلي هاي بداله. أوه عمر بيك بتجنن، ما بعرف كيف بدي أشكرك. هاي بتجي على قياس رجلي؟ هاي مو مكافأة، الشركة بتتعامل بهالأسلوب. يا الله عن جد شكراً كتير كتير إلك، ما بعرف شو بدي إلك، عن جد شكراً 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 شكراً، الله يخلي لي إياك يا رب. لا لا تشكرني ديما. ديما بس خلاص رجعان ديما. مرحبا، أنا فكرت منيح، رح أعمل المطلوب مني. اتفقنا، وأنا بانتظاركم. أهلا وسهلا ناريمان خان. هاي مانا مكافأة ديما، لأنه هذا شغلك وواجبك ومو كرم أخلاق تشتغلي، مفهوم حكي ما؟ آخر مرة بتعلي صوتك لأنه عيب، وإلا رح أزعل منك. ها فهمتي شو قلت؟ روحي على شغلك، يلا على المكتب. نريمان خانم اسمعيني شوي، هاي البنت دي ما كانت عم تعيط على عمر بيك بوشه. ايه ماشي ما يهمك. ايه بس لازم تعرفي شو صار نريمان خانم. بس اسمعي، عمر بيك ما رح يبقى متحملها، رح يجي يوم ويقلعها سديني. خلص روح من وشي بقى. بس يا نريمان خانم خلص فؤاد، اليوم رح توصل الكندرة الجديدة وقلت لازم خبرك. ايه خلص لا تشوش تفكيري، يلا يلا يلا. شوفي لي في وقت روح لعند المعلم صبري اليوم. يلا. مستحيل، اليوم جدولك مليان وفي عندك حفلة المساء، ما في مجال. فضي وقت. بس انت نبهت علي ما ألعب بمواعيدك. ماشي، لكن انت روحي على مكتبك. استني، لوين رايحة؟ لسه ما خلصت كلامي. قصدك انا اللي روح؟ قطعتكن شي؟ شو هالحكي مرت عمي، معقول قلك روحي؟ كان قصدي انتي روحي لعند المعلم صبري، بس خدي شكري معك. ايه وبعدين؟ بتروحي على بيتي وبتجيبي الطقم وبتجي. لشو الطقم بقى؟ المساء عنا حفلة. حفلة لكان؟ ايه ما قلت لي اميري الصغير عمورتي ما اختار شي اميرة يروح معه، ولا لساته وحداني؟ انا بروح معك. الحفلة مو مثل يلي ببالك، حفلة شغل. مفهوم خلص. حبيبتي ديما ما تذكرتيني، نحن التقينا من قبل ما؟ ايه كيف امورك هون؟ تعودتي على الشغل عنا؟ تعودت معلوم، تعودت.
كلك ذوق. ييييي قديش هالبنت مهضومة ومهذبة، ما ألذ عمر. بعدين ما شاء الله شو حلوة، باين عليها ذكية كتير وفهمانة. عمر عم تسمعني؟ ديما خلص فيك تمشي. رح روح. اي عن إذنكم. ايه ما فهمت ليش خليتها تروح بهالسرعة؟ الحكي ما عم بيسلي والله. ليكون غرت من عمورة؟ لأنه عندها شغل كتير. بصراحة أنا غرت لأنه كنت مفكرك جاي تزوريني إلي. دخيلك أنت، حياتي حياتي. اسمع لقلك، من الشي اللي شايفته إنه بعد ما أجت هالبنت صار الوضع منظم بالشركة، الوضع تغير يعني. ليك شلون قاعدين وعين الله علينا على دور القديمة؟ ما كنت أعرف شوفك، باي أنت شاطرة. لسه في قدامها كتير، بقصة شايف شغلة طبيعي لهلأ. قلتلي. مالنا فيها. ايه طمنيني على عمي. بلا عسيرة عمك، هلأ خلينا نحكي عن ديما شوي. كتير عجبتني هالبنت، حسست قلب الشركة قلب. شاطرة وحلوة وذكية. فهمت مرت عمي، فهمت. ايه لا ما فهمت، انا شايفتك. مو قصدي. ايه عمي يقولوا اليوم بدها تيجي الكندرة الجديدة مو؟ ايه صح. يا الله عمر، على القليلة بس ورجيني الرسمة تبعها. إذا استنيتي بتشوفيها شخصي اليوم. عمو شكري، وين المحل؟ ليكي أول الدخلة روحي يسار. تمام، شي دقيقتين وكون عندك، ما بطول. خدي راحتك. في حدا هون؟ مرحبا، شو وينكن؟ ها جيت عفوا، انا هون تفضلي. مرحبا، انا ديما، كون مساعدته لعمر. والله عن جد؟ ايه جيت لاخذ الكندره يلي فصلتوها جديد. بالعاده هو بيجي بياخدها. ايه صحيح، هو قال لي نفس الحكي اللي عم تقوله، بس هالمره انا ما قدرت فضيله وقت بالجدول، وبنفس الوقت هو مستعجل عليها لهيك بعتني. الحقيقه هو قال لي بتقدر تثق بديما لما تجي لعنده. هو هيك قال لك؟ هو هيك قال لي، بس دقيقه. أيوة حبيته، عن جد مميز التصميم. حضرتك مقدر موهبته لعمر بيك. شو ولو يا بنتي. شو ما بدك تفتحي؟ لا لأنه الصندوق مستحيل يكون فاضي وأنا بوثق بحضرتك، لهيك خلاص ما بفتحه. مو جاي عبالك تشوفي تصميمه؟ شوفه. أكيد حابة أشوف التصميم، بس عمر بيك ما قال لي إنه شوفه. مثلاً أنا إذا كتبت شعر أو شيء ما بتمنى حدا يقرأ بدون إذني، وطبعاً المصمم فنان مثل الشعر بالضبط. هيك قلتي؟ إيه أكيد. أنت اسمك ديما لكان؟ إيه ديما. ديما ديما اسمي ستي نقت ليها. ديما اسم كتير حلو. بدي أحكي لك قصة. هي طبعاً أسطورة عن أبولو. كانوا كتار من الصبايا يحبوه، بس هو ما حب غير بنت واحدة بكل حياته، بس الظروف وقفت بوشهم. اختفت هالبنت وما عاد لقاها. بعدين اكتشف انه هي البنت اختفت وتحولت لوردة، وهو من زعله عليها زرع القصر تبعه ورود من نفس النوع. بصراحة ما فهمت الحكمة من هالقصة عمي. معلش اسمعي، عمر بده وردة تكون مثلك، وبتمنى تقلي له. عمك صبري بيقلك انه الهوى بلش ينسم حواليك. ايه طيب تكرم، أكيد رح أقله. يسلموا إيديك. الله يسلمك. مشغولة شو عم بتساوي؟ شكلك من صفحة لصفحة على النت. شو هالظلم غسان؟ كأنك ما بتعرفني، معقول أنا ضيع وقتي بهالأمور؟ عن جد شكلك ما بتعرفني لسه. أنا اللي بعرفك. بشو عم بتضيعي وقتك يا ترى؟ عم دور على اكسسوارات مشان اليوم. شكل الحفلة موترتك كتير ها؟ ايه والله متوترة. شو نسيان انه طول السنة منستنى حفلة الموضة؟ والكل رح يكونوا هنيك، وطبعا انا مثل عادتي رح كون الاحلى لازم. نروح انا وانتي مع بعض؟ شو كيف اموركم؟
ممتازين؟ مناح كتير. كنا عم نحكي مشان حفلة الليلة، كيف الترتيب؟ رح تمرق علي تاخدني ما هيك؟ عفواً، أنتو كأنو منسقين سوا؟ اليوم أنا مخطط روح على الحفلة بعد الاجتماع، بس ياسمين إذا بدك سيارة بحكي بيدبرولك وحدة. لا حبيبي لا تاكل هم، بجي لحالي. معناتها عن إذنكن لكان أتذكرت أنه عندي شغل لفوق راسي وفي كذا موضوع لازم حلهم. شو صاير معه؟ متضايق كأنه ولا أنا غلطان؟ أنا شايفته طبيعي، تعرفه لغسان. خير لكان، يلا كملي شغلك. سلام. شو بتموت إذا رحنا مع بعض؟ أنيها شو الأخبار؟ وينك فاضيتيلي؟ حابة أعرف أخبارك، شو آخر أحداث المسلسل الدرامي تبعك؟ والله اشتقت لك. وليه؟ أنا هلأ بيت عمر بيك. واو، ليش؟ عم جيب له أغراضه، في عنده حفلة اليوم، قال بده الطقم الرسمي تبعه. شي تقوم شي حفلات مثل المسلسلات، عن جدني عليك. على شو نيالي نهال؟ كرمال الله، صدقيني ما رح تتمني تكوني محلي. بس لحظة، هلا انت ببيت عمر والزلمة مانو بالبيت؟ ايه اكيد مانو بالبيت نهال، لكن معقول احكي معك للحكي وهو موجود؟ شبكي؟ لكن هاي فرصتك يا بنت، ليكي ديما بتفتحي الخزن وبتناكشي بكل الاغراض. ليش بقى؟ مو معقول انت شو جد بها؟ بلكي عمر في شي سر بحياته، لتوصلي له بدك تعرفي شو اللي مخبيه. فهمت عليكي. غرفة المكتب تبعه بتبقى على طول مقفولة. اي هي هي، فوتي عليها. شو هبلة، لولا هيك انت ضيعت الفرصة. عيب اللي عم اعمله. شغلي لمخك بقى. اسمعيني، انا رح ارجع على الشغل وانت فوتي على الغرفة ماشي؟ اوعك ما تردي. ليك شو صار؟ حملت حالي وفتت على الشركة وأنا بطريقي رايحة على مكتب عمر، ولا بشف لك هالمنظر، عمر ماسك هالبنت من دقنة وعم بيقرب، ما بعرف إذا كان بده يعمل شيء أو لا. شلون كان ماسكها؟ يعني قليلي شلون؟ هيك كان ماسكها بالضبط. رح قوم طلق. وفجأة هوب رجع لورا، مدري شو صار له. تقول جن؟ خلص ما علينا، بعد هالموقف حسيت إنه في أمل. يعني ما بعتقد انه في امل تزبط معك. انا شايف لك هاي البنت ما بتعرف الخمسه من الطمسه. حبيبتي والله مبينه هاي المخلوقه هبله. بتعرفي انا كل خوفي انه عمر يكشف هاي الشغله. متخيله شو بيصير وقتها؟ ما رح نكون وقعنا وما حدا سمع علينا. عليك شو ما قلت سامي، مستحيل تتفائل بالخير اذا انت عم تقول هيك. غيرك شو بده يقول؟ حاجه تغمى على قلبي بلا هالافكار السوداء. يعني اذا نحن ما حكينا مين بده يقول له؟ ها هذا اكيد ابي. قومي يلا يلا يلا, يلا. يوقف قلبي. سفير بربر، حلاق إشبيليا، الو شو عملتي؟ فتي على الاوضه؟ ايه عم حاكيكي منها. ايه هيك ها؟ ايه شو لقيتي بقلبها؟ ابن الاكابر شو حاطت فيها؟ هلا مشكلتك انه اكابر يعني؟
حبي واحد أكابر وريحينا. لا لا أنا بعرف حدودي، أكيد بده يعيرني ويقول إني مو شايفة شي. عن جد برافو عليكي، من وين بتجيبي هالأفكار المتخلفة هي؟ هلأ فهميني شو شايفة حواليكي؟ والله ما بعرف شو بدي قلك، شخصية عمر هون غير. ليكي بتعرفي فيلم اسمه حب وكبرياء؟ كأنه عمر بيك بيحبه كتير لأنه في كذا كتاب وبوستر باسمه. ناريمان خانو ما قلت لك عن الفيلم؟ مو على أساس حكيت لك كل شي؟ معناتها هي ما بتعرف كمان. أصلا بتحسي في شخصيتين من عمر، واحد بحب الشغل وجدي وبارد كتير، والتاني غير رومانسي دافي وبتهمه المشاعر. يمكن كتير قلال يلي بيعرفوا هالشي عنه. عمر بيك؟ ايه ايه الصندوق هون وليكا الكندرة بالصندوق معي. وطعمك بإيدي التانية. يعني انا ما ضيعت وقتي بشي ماله طعمة، هلأ بدي اروح. انت شو كان بدك مني؟ هو انا قلقت، قلت بشوف وينك واذا قدرت تجيبيهم. لا تطولي جيبيهم وتعال. شلون ما رح اقدر؟ اكيد رح اقدر عمر بيك، ما بطول على الطريق. طيب لكن ناطرك. الله معك. فورا جاي. صدقني كل اليوم ما بتلاقينا غير عم نفكر فيك. يا الله شو عم نشتاق لشوفتك حبيب قلبي. بعدك مين قلنا بهالدنيا؟ الله يطول بعمرك ويخليك فوق راسنا، ان شاء الله بتقبرني. على مالك. وشو عم تعملوا غير هيك بنهار؟ ما فهمت بابا. ما عم تشتغلوا شيء انت وياها؟ على القليله فكروا باللي قلت لكم يا، فكروا، تذكروا القصر. الصياد عم يتسلى والعصفور عم يتقلى. عصفور شو؟ ناريمان اللي شو اللي قلته انا؟ خلص. يعني الله يسامحك على هالحكي يا رب، متخيل انا شو عم اقول وانت شو عم ترد. حاجتك بكفي، حاجت مسحي جوخ، خلقها دايق نفسي ومشوب. قولي شو في عندك ناريمان. ايه تمام، رح اقول شو الموضوع. اليوم الصبح رحت على الشركه لعند عمورتي حبيب قلبي. ورحت لعنده لو تشوفه شو شغيله بيتعب، الله يقوي، مثل جده بالضبط. حتى انه كان مبسوط. بشو مبسوط؟ اكيد مبسوط على الشغل، ناوي يبقى هيك ما؟ حضرته مفكر كل شي شغل، دخلك؟ شلون بده يأسس عيلة؟ ولا ما عنده هالمشروع؟ قلوا لي أحسن ما بيع القصر ها؟ ايه فهمت عليك شو قصدك تقول. ما لقيتوا شي صبية تعجبه؟ على مهلكم لا تعملوا شي. لا معقولة ما نكون عملنا شي؟ جايبتلك بشارة بتطير العقل، لما تسمع ما رح تصدق حالك من الفرحة. يعني كيف بدي قلك؟ حبيبي كل الأمور رح تكون على كيفك، ما بتلاقينا غير فرحنا بعمر وعملنا له أحلى عرس. احكي مثل الخلق، مين رح تجوزوه؟ يلا خبرينا ريمان قلي له. لا ما بدي اقول له، الله يوفقكم، ما بدي انزع المفاجأة. يا عمري بلا ما تكسر بخاطري وتنزع لي يومي، خليني خمر هالطبخ على نار هادي وما بتكون غير مبسوط. امتى خيبتك انا؟ اعتمد علي ولا تاكل هم. ديما شو هالصندوق؟ يلا افتحي لشوف. ما بفتحه، عمر بيك منبه علي أخده على غرفته بدون ما أفتحه. فيك تشوفي عنده بالمكتب إذا بدك. شو صاير معك؟ ليش عم ترجفي؟ من الصبح ما فت على الحمام ولازم فوت قبل ما أروح لعند عمر بيك. Thank you.
تقبر قلبي. خلاص يا بنتي خلاص خلاص خنقتيني بكفي. اسمعوا لكم انا مراقبكم انتوا الاثنين. ها ماشي. والقصر جكارة رح بيعه. ماشي ماشي حبيبي. الله معك يا قلبي. باي. رح اموت من التوتر. كان قلبي رح يوقف على لحظة. ناريمان انت لسه ما بتعرفي ابي طبعه. هو من طول عمره هيك. واخي كان يسمع منه وضيق عليه بحياته وضغط عليه وهو كمان ضغط على حاله ضغط لحتى ما تشب مثل الوردة. وهي عم يعمل بعمر هيك. هذا ما ناوي يتركنا بحالنا. لا وشو بقلنا قبل شوي مراقبكم انتوا الاثنين. بالله بس كمان حضرتك مانك سائل على شيء ابدا سامي. ما هيك رح تجيبوا لي الجلطه. يا الله شلون بدي اقضي هالعمر انا؟ وحياه الله مشاكلكم قصرت بعمري تعبت. ناريمان انت مو اخت عالك غير القصر تبعه مو هيك؟ ايه مزبوط. لانه انا الوحيده اللي عم فكر بمستقبل هالعيله. معقوله بنتنا ترجع من لوس انجلوس وما تلاقي معنا النقله نعطيها؟ ترضاها؟ بكره منموت نحن الاثنين وتصفى هالبنت فقيره. يا حرام ما لازم. خلص حياتي خلص. انت متوتره ارتاحي وخلي أعصابك تهدى. يعني مو مستاهلة بنوب. آه لو يجي له أي لعندي ونقعد ننم على الناس وقتها أكيد برتاح. جاي على بالي اسمع أنه حدا حياته أبشع من حياتي بلكي نفسيتي بتهدى. جد عم تحكي؟ إذا هي قصتك فيني عوضك على لؤي هلأ. اسمعي الخبرية لك. نور بنته لعبد الله بيك بدها تطلع فورا. مو معقول عن جد؟ مو قلت لك الزلمة لزقهم بنته لأنه مفلس ورح تنكشف السيرة؟ ليك ما سمعت إذا حكى عن وضعه المادي ولا لا؟ تقبر قلبي يا سامي. عن جد أنت قدرت ترد لي الروح. اسمع سامي بدي دقدس لي هون وهون. وهلأ أنا بعمل تليفوناتي على السريع هيك منحاول نفهم شو الموضوع. مايا تليفون. مايا جيه. خلصنا خلصنا. شفتي يا شي؟ والله ما شفته. عادي عم بسألك لشوف إذا عجبتك. هلأ رح نشوفها سوا. عمر؟ لسه ما جهزت حالك؟ رح نتأخر شبك. يلا يلا يلا. هو لابس طقم كمان؟ شو بدك يلبس فستان؟ خلينا نشوفها بقى. عمر؟ لسه ما لبست؟ بدك تنتبه على حالك منيح اليوم لأني رح كون الستار. ورجيني هادي اللي رح تلبسه؟ ايه هاد ديما. ايه تعي لنفتح هالصندوق. ايه لا تستعجل على شو. صحيح صار لنا زمان ناطرين هاللحظة بس استنى. ياسمين خانم قهوتك. حبيبتي مو جاي على بالي. ديما يلا تعالي لنشوفها. ولا قلك هادي هادي. خلاص شوفوها انتو. عمر بيك. عمر بيك عمر بيك صمت عليك. هاتوا الصندوق احسن. والله انا اسفه عن جد اسفه ما كان قصدي. عمر حبيبي شو صار لك؟ فيك شي؟ لبرا الكل. يلا طلعي. تمام ولا يهمك عمر انا برجي لك اياها. حساب عندي. غبيه داليا. ديما وين رايحه؟ هاي خليها هون. احترق جسمك؟ صار لك شي؟ خلاص خلاص ما في داعي خلاص. ليكي قائمة المدعوين معك؟ ايه ليك موجودة. دقيقة. ايه عمر بيك القائمة موجودة هون وجاهزة. بتحب اقرأ لك الاسماء ولا بتحب ابعت لك ياهن على الموبايل بعدين بتقرأهم؟ ماشي بعتي لي ياهن. بس هون مكتوب انه لطفي بيك هو صاحب شركة يوتكس. انا عم قلك هالشي مشان اذا ما بتعرفه مثلا. لا بعرفه ما في داعي بعرفه. كتير منيح. خلصنا كل شيء. ايه بظن كل شيء تمام. عمر ما وين تيابك؟ احترقت وشلحت تيابي. ايه فهمت. انا مليت ناطرك بالسيارة لا تطول. ما بطول عليك. Thank you.
ما بتعرفي تدقي الباب انتي؟ فكرت دقيته بعتذر مدام ياسمين. شو هاد؟ شو دخلك؟ يي؟ بس انشغل بالي. كيف شفتيني؟ مو عرفت اتصرف، جيت بالوقت المناسب ونفذت يلي قلتي. برافو عليكي، انتي شطورة. بس ما عم بفهم ليش كان بدك نكب القهوة عليه؟ بيقولوا الحشرية بتقتل صاحبة، لهيك انتي بس بتعملي يلي بقلك عليه وبتريحي حالك من الباقي. المهم أنا بدي روح، لازم جهز حالي للحفلة. ما لازم أتأخر حبيبتي، بتعرفي عاملة خطة تخلي الكل ينبهروا بجمالي وأناقتي لما يشوفوني اليوم، لأنه رح صير مشهورة. شو هالخطة؟ تيم رح يجي لعندي، أكيد هلأ بيكون بلش، رح يجيب معه فريق المكياج، رح كون مثل نجمات هوليود وبتشوفيني الليلة. وأنا ماني معزومة لشوفك؟ دخيله المظلوم، بيجي يوم بيعزموكي، تقدري تشوفي صوري على الفيسبوك بالليل. يلا يلا اطلعي يلا. أنا رايح مع غسان وياسمين رح تكون هنيك، وأنت شكري بيجيبك. ليش أنا بدي أجي كمان؟ طبعاً بدك تجي، أنت مساعدتي وهذا شغلك، فيك تقولي إنه هالحفلة مهمة مثل شغلنا بالشركة، ومشان البريستيج بشكل عام المفروض مساعدتي تكون معي، فهمتي؟ ماشي مثل ما بدك. لكن نسقي مع شكري، بتخلصي شغلك وبتجهزي وبيوصلك، لا تطولوا، مفهوم؟ مفهوم. بدك تروحي عن جد والمكتب هيك حالته؟ بارك إن شاء الله عم تتسلي. شو هالحكي ناريمان خانوم؟ والله يا حبيبتي أنا عم بحكي اللي عم شوفه قدام عيوني. إيه ما قلتي لي وين غطى كل اليوم؟ وين غطى يعني؟ بالأول رحت على بيت عمر بيك، جبت له الطقم تبعه مشان الحفلة، وبقيت معه للبس وراح، ولسه ما خلصت ضب المكتب، يا دوب حضر حالي وإلبس مشان ألحقهم. إيه أنت شو عملتي؟ شو؟ لا تواخذيني أنا متعودة أسأل هيك. لك شو هالحكي؟ شو بدي بهالحكي الفاضي أنا؟ يعني أنت كمان بدك تروحي على الحفلة؟ مستحيل، ما عم صدق هالحكي، مثل النورية بباغي. أي وأنت ليش مو من الأول مخبرتيني؟ والله ما بدي هالقد، شو صار لك؟ أنا من شوي لعرفت عمر بيك قال لي مشان البرستيج وما بعرف شو، إنه مساعدته لازم تروح معه. ولك ديما رح تجلطيني، من وين بدي أجيب لك مخلة حتى تفهمي؟ هلا بتتزرعي عندي فورا فورا فورا، أصحك تتأخري. ها أي مستحيل يعتقوني. نارو مشغول يا روحي. عصفوري انا عاوزتك ضروري، بدك تعرف لي هالشاد ومي ياسمين شو بدها تلبس بحفلة اليوم. وشو بتفرق معي شو لابسة؟ يعني فستان سواري ولا ديكولتي ولا سبورشيك؟ روحي أكيد ما بتفرق معي شو لابسة، بس بدي أعرف لون الفستان، ما بدي يطلعوا لابسين نفس اللون، غير هيك الله ياخدها هي ولبسها. ماشي حياتي رح أعرف لك. أورفوار. بونسوار ناريمان خانوم. بأسرع وقت بدك تكون هون مع كل التيم، عنا مشروع مستعجلين كتير. ولا يهمك، اعتبرينا وصلنا. نارو فستان لونه أزرق. ايه شرشوحة ومدعبلة مثل الكوساية. ما حبيتهم، مو مرتبين. تفضلي مين معي؟ ناريمان بلاكجي. اسمعي شو رح قلك، المطلوب فستان سعره قياس 36، على السريع بتبعتي لي صور لكل الموديلات اللي عندك بالمحل. كأني حاسستك عم تتقففي، ديري بالك احسن لك. انا اذا حطيتك براسي مو من مصلحتك، والله بضيع مستقبلك اذا نويت. الفستان مو لقلي، يلا استعجلوا. حاضر يا خانم. عم بنتظرك. مايا مايا انا صار لازم اهدى ضروري، روحي جيبي لي شي حبه مسكن. ولا قلك لا تروحي، المسكنات بيزيدوا الوزن كتير. بلا ما اخذها بسمان قلك روحي روحي جيبي لي المسكن بتاعي. عم بقول بلاها، شو قلتك؟ اخذ المسكن ولا ما اخده مايا؟ اخذ لي حبه. باخد، لكن روحي ناوليني حبه. لا رجعي مايا، تعي تعي انتي هدي لي اعصابي، بالمساج بيمشي الحال. احسن.
مو هون. لا ما عاد بدي، منزوعة انت. بتعرفي شو بدي هلا؟ تعملي لي زهورات بتريحني اكثر شي. ما يلا يلا لساتك بمطرحك، استعجلي. يا الله لازم تهدي ناريمان. ما بعرف كيف بده يمرق هاليوم. قال ناريمان خانم هي بدها تساعدني مشان حضر حالي، لانه انا مالي خبره بهالقصص. كثير منيح، انا بس عم فهمك ليش بدي يروح. هاي مو شغلتي يا بنتي. الا ما تسال حالك ليش رايحه، انسى. هلا مو هاي القصه. بتعرف انا اكله هم ستي، كيف بدي اقلها؟ والله بجوز تذبحني. اي قولي لها عندك شغل. لك هي مره ختياره، يعني ما رح تفهم اذا قلت لها عندي حفله مشان الشغل. ما بيستوعب عقلها. ختياره ختياره. اي والله ما قصدي عليك عمو شكري، لا تفهمني غلط. انت ما شاء الله عنك شب ومثل الحصان، اذا ضربت الحيط بيوقع من طوله. انا مالك فيني. اسمعي لقلك، الأحسن تحكي لها كل شيء بالتفصيل، رح تفهم بنتي. ليش حتى ما تفهم يعني؟ يعني هو حكيك مزبوط انت، انا بروح بتوكل وبحكي لها، هي ستي اخر شيء. شفتي؟ اي صح. تفضلوا، ليش ما عم تاكلوا؟ عم يقولوا انه ديما غيرت شغلتها. اي صحيح، اي والله غيرتها. شو بدها تضلها جرسونة على طول؟ اشتغلت كتير وترفعت، نشكر رب العالمين. شو صارت طباخة؟ لا يو، عم نقلك ترفعت، شافوها بنت فهمانة حطوها بشركة لتضبط الأمور فيها، دغري شغلوها. شركة شو بقى؟ شركة للاستيراد والتصدير. ايه بس والله صار لازم تتجوز. والله نحن من إلا، بس هي الشغل آخذ كل وقتها، مع إنها ما شاء الله شاطرة كتير بشغل البيت والطبخ، بس اسمتها. شو بتداوم كل نهار؟ لأنه والله صار لنا أسبوع ما شفنا وشها بالحارة. أي مو معقولة؟ لو ما أنا معروفة سمعتك بالحارة؟ كنا قلنا هالبنت هربت ونوران من خجلتها ما عم بتقول. مين عم يدق الباب؟ ابصر مين اجا. هلا منشوف. كيفك ستي؟ شبكي؟ شو في؟ لا تواخذيني، بس ما لقيت المفاتيح بالشنطايه. اخ رجلي. لا تشلحي يا بنتي، لا تشلحي، خليكي لابستيها. تعي يلا، تعي فوتي يلا. دخيلك دخيلك. أهلين. دخيلك. أهلين حبيبة. يعطيك العافية يا بنتي، اجت حبيبة ستة، اجت حبيبة ستة. مرحبا، شو أخباركم؟ شلونك حبيبة قلبي؟ أهلا وسهلا. شو على مين عم تنمو؟ الله عليها، شو بتحب المزح. ما قلتي لي هذا منظر واحدة هربانة من البيت؟ صحيح ستي، أنا ما بدي أقطعكم، خذوا راحتكم. ستي أنا عاوزتك شوي. يلا بدي أحكي معك. لا هلا لا، شو بصلتك محروقة؟ على شو مستعجلة هلا؟ عادي هون عادي، الجيران جايين يشوفوكي شوي. يغزي العين والله، وصرتي مديرة. مساعدة مدير. هي صارت مديرة وعندها مساعدة. ايه زبطتي الأمور هوني؟ كيف؟ مو أخدوكي على الشركة لزبطي لهم أموره؟ كيف يعني بدي زبطها؟ منين جبتوا هالحكي؟ يي ستي؟ شو عم يقلفوا علي بالحارة وانتي مانك هون؟ يحرق حريشك يا دمدوم. بتعرفوا ليش عم تحكي هيك؟ مشان انتو ما تقولوا عليها مكبرة راسها، ولا هي مزبطة امورها كلها؟ زبطتهم طبعا زبطتهم، من وقت اللي رحت لهنيك زاد الانتاج. انو انتاج؟ ليش مش شركة استيراد وتصدير؟ ايه طبعا، ايه استيراد وتصدير وفي انتاج واستهلاك. كلهم في منهم. ستي بدي اقول لك شغله، فوتي معي لجوا. يلا بالاذن. الله معك خاطركم. الله معك حبيبي، ان شاء الله شي مره بنقعد قعده طويله. ايه اكيد بنقعد قعده عشنا طويله وشفنا. شو علي؟ السلام عليكم علي. مرحبا. وعليكم السلام. خير؟ شو بدك يا ابني؟ والله ما سبق وشفت هالسيارة هون بالحارة، قلت بساعدك إذا في شي. لا يسلموا، أنا عم استنى الأنسة ديما، قالت لي ما بتطول لتنزل. فهمت عليك، أنت من شغل ديما الجديد. إيه يا أهلين، لا تواخذنا. ولا يهمك. إيه بس الخالة نوران ما بتعتقى قبل بساعتين، بدها تطول. إذا طولت أنا بشوفها.
ايه مو غلط، الله يسهل لك. شكرا. ما في روحة ديما، عم قلك ما في تروحي، فوق مالك طالعة من وش الضو. بدك تتأخري بالرجعة اليوم؟ ليش ما بتقولي لي على كل شيء من الأول؟ يا ستي أنا هلأ لعرفت بالشغلة، هن من شوي لقالوا لي. ها هي إجا أخي، رح أسأله وأخذ رأيه، أكيد هو رح يوافق. عمو شكري كنت جاي لعندك. جاي لوين قلتي لي؟ شكلك ما سمعتي اللي قلته قبل شوي، ما في روحة. ستي عم قلك ضرورية هالروحة. يا خانم أنا شكري شوفيره لعمر بيك ومساعده، تشرف بحضرتك يا خانم. شرف إلنا والله. أنا نورة. هلأ لعرفنا الأنسة ديما من وين جايبة كل هالجمال، داري طالع على حضرتك يا خانم. حضرتك بدك تعطينا إذن الليلة لو سمحتي، عمر بيك مضطر على وجود الأنسة ديما اليوم بالشركة لأنه عنا اجتماع مهم بيتعلق بالشغل، ومثل ما قلت لك وجود الأنسة ديما كتير ضروري. طبعا هذا من بعد إذنك، وأكيد منكون ممنونينك كتير. أكيد أكيد طبعا، تفضل تفضل. بنتي سكري الباب. يا ميت أهلا وسهلا. شكرا لك ولا يهمك. أنا ما كتير سمعت اللي قلته قبل شوي، بتعرف جنب الباب وفي هوا، يعني يا ريت تعيد كلامك. معك حق، اليوم المساء في عنا اجتماع، وإذا سمحتي للأنسة ديما تشاركنا منكون ممنونين. عدلي كل الحكي إذا بتريد. أكيد يا خانم، كنت عم أقول إذا جناب حضرتك بتسمحينا اليوم، مديرنا العام عمر بيك إبليكجي بيتمنى تسمحي للأنسة ديما تشاركنا باجتماعنا اليوم لأنه وجودها بهمنا. بدون الأنسة ديما صعب يمشي الاجتماع، حضرتها بتمشي الشغل تمام. عمر بيك بشرفه كتير إنها تجي، وبيكون ممنون كتير لحضرتك يا خانم. مدام المدير ما بيقدر يعمل الاجتماع بلدي، ما شو بدي أقول؟ يلا عادي خليها تروح لك. ستي شكرا كتير معرفتك. عمو شكري فينا نروح؟ ليه لأنه صار لازم نروح. بس تاني مرة ما بتحطوني تحت الأمر الواقع، لأنه نحن عائلة محترمة لو سمحت. جدي كان معروف وباشا. طبعا يا خانم وانت ما تقلقي. ماشي يلا يلا عن إذنك. لا تنجلقي، هي آخر مرة بسمح لك تروحي هيك روحة، وحسابك عندي اليوم بالليل. حاضر سلطانة نوران. مو معقول شو تفاجأت فيك عمو شكري؟ من وين جبت كل هالحكيات الحلوين؟ ايه الشغل مع عمر بيك بيعلم كل شيء. صحيح هو عمره صغير بس ما بيترك لا شعر ولا أدب ولا موسيقى كلاسيك. بتصدقي اضطريت أقرأ كذا كتاب لحتى أقدر أتفاهم معه، وتعلمت أصول الإتيكيت. برافو عليك. لك يلا طلعي يلا. ايه الزلمة مدير اضرب واطرح وهيك سمعته، وشو عاد؟ ما بيقدر يمشي الشغل بدون ديما. الله يعطيها العافية، هي عم تتعب وهو عم يقدر لها التعب، يكتر خيره. أبا ضايع الله يحميه. ما شاء الله هالبنت ذكية. ما قلت لكم من قبل هالبنت إلى مستقبل. برافو عليها ما شاء الله. لا وشو بتقلي يا ستي؟ خليني قعدك وستتك بفيلا كبيرة فيها خدم وحشم، بس أنا ما بدي روح. يوه ليش قديش عم يدفعوا لديما؟ ليش ما شفتيها شو لابسة؟ هذا لبس للأكابر والزناكيل، مبين راتبها كبير. لكن ليش مالك رضيانة تروحي على فيلا؟ لا معقول يوه؟ وين بدك يعني روح أقعد لحالي وأترك ناسي وجيراني اللي حوالي؟ والقهوة الصبح مع مين بدي أشربها؟ المصاري مو كل شيء، هون في الحارة والجيران مين بده يعوضنا عنهم؟ غير هيك أنا وصيت ديما تضب المصاري لأنه بيلزموها. والله ساويتي زينة العقل. عم بيقولوا ديما دفعت هديك الحسبة ديون لنزار مزبوط؟ يا ربي دخيلك تسترنا، شو صاير معك؟ كنا بسيرة ديما، من وين طلعتينا بسيرة نزار؟ شو بدي أحكي لك، هو ناوي يشتغل وفي كتير ناس بدهم يشتغلوا معه، بس لسه عم يشاور عقله. من شوي شفناه بالقهوة هو ورفقاته. لا بيكون رفيقه وعازمه مشان ياخد رأيه بشي شغلة، ولا هو بالعادة ما بيحب قعدة القهوة بنوب. نزار نزار شو أخبارك؟ ما حدا عم يشوفك. أنا منيح، شو أخبارك أنت يا حلوة؟ منيحة. شو بدك تعمل اليوم؟ فاضي. عم قول بدي اجي لعندكم. ايه اهلا وسهلا، ليش عم تقولي لي الي؟ قولي لديما. قلت لها بس قالت لي رح تتاخر بالرجعه. اذا رح تتاخر بالرجعه بتملي، شو بدك تعملي عنا؟ مو مشكله، لانه ديما وصتني روح لعندكم، هي طلبت مني وقالت لي رح تتاخر بالرجعه، قال ما بدها تملو بغيابها، وانا ماني حابه خجلها، لهيك قلت لها تكرم عينك. وقالت لي خبري نزار انك رح تجي. في شغله مهمه. ايه انتوا التنتين كأنه عم يصير لعقلكم شي مو طبيعي، أنا برأيي روحوا لعند دكتور نفسي. لا اليوم
قلت انه قعد نتسلى سوا هيك يعني. مشان هيك عم تحكي. اكيد اهلا وسهلا. اصلا ستي لحالها بتتروحن فيكي وبتتسلوا. بتعرفي مره ختياره وحدانيه المسكينه عم تمل لحالها. وانت؟ لا عيني انا ما بمل. يلا بشوفك. حذري شو هداك اليوم سويتي برك بتجنن. يلي بتحشيهم بطاطا وزيتون عرفتيهم؟ اعملي منهم وجيبي معك لانهم بيشهوا. اتفقنا؟ العمى شو دب؟ اتفقنا؟ ما أغبى أصلاً. أنا شو اللي عاجبني بهالأجداب هاد؟ بس بحب البرك اللي بعملهم. إيه؟ نعمل له برك. شو وينك لهلا؟ ليكني قدامك أنا. تمام لا تقلقي كله بيزبط. التيم كله اجا كرمالي جاهزك ووصيت لك على احلى فستان بهالجمال وبهالاناقه رح تكوني الاميره. بس اوعك تصدقي مزح. والله مزح. بس انت خلي املك بالله كبير الا ما يزبطوكي. مايا مايا تعي لعندي وجيب التيم كله لهون. يلا لطيفة. دول شو بدهم يساووا فيني؟ خود اشرب ما نشف ريقك بوقتها. والله ما قلت لي كيف كان الاجتماع؟ رواق بس كان طويل كتير. مشتغلين شغل حلو. انت بكره شوف الصور تركت لك اياهم. تمام ماشي. لا تنسى. ايه بامرك. يعني وصلنا للاخير وبعد العرض رح يبين معنا. يلا موفق. شكرا. لسه ما وصلوا صبايا الشركه. شو ما خلصوا التجهيزات؟ عشو مستعجل؟ وصلت ياسمين. يا الله في حدا بهالجمال. ياسمين من ستايلك. من نحن وصغار بتحب البنات اللي بيستعرضوا. غريب. ليش؟ انت ما بتحب هيك؟ نهائيا. شو كيفكن؟ تمام. يا اهلا وسهلا.
ياسمين مو طبيعي جمالك. كأنه الكل موجودين؟ السنة في مشاركة مهمة كتير، ما شفته لبدر بيك وجماعته، خلينا نسلم عليهم. هلأ شو بدنا فيهم؟ خلص اتركهم معنا كل السهرة. ياسمين ترقصي لو سمحتي. ما عندي مانع. عمر الرقصة الأولى راحت عليك. مثل ما قال غسام معنا كل السهرة، يعني فينا نرقص عادي. لسه بده المساواة يا أخي، ما حدا غيرنا رايح عليه، وبيقولوا المرة بنص عقل، ما بيعرفوا إنه بعالم في 100 جني عم ينطوا، كل واحد عنده فكرة غير التاني. والله معك حق سامي بيك. ولسه ما حكينا عن كيدون، إذا حطوك ببالون ما بقى بتخلص منهم. سامي بيك كيد النسوان بده ذكاء كتير لحتى تقدر عليه. إيه والله يلي عندي مكيودة كتير. بالله؟ يعني بنفس الوقت يعني بتفكر بثلاثين شغلة وبتحكي بثلاث مواضيع. أخي ما بقدر الحق عليها بشو عم تفكر ولا بشو عم تقول، والله أنا ضايع قدامها. بسيطة صدى إذا بتقدر. خود لشوف. ورجوني لشوف كأنك حلياني. طيب ناوليني مراية لشوف حالي شوي. ريحي حالك ما داخلك. سامي شو رأيك شوف؟ إيه بس هذا اسمه غش ما بيصير. قلبتوه قلب للبنت كتير حلوة. عجبتك يعني؟ وليش حلوة؟ والله زبطت معكم. شكراً بس فيني شوف حالي؟ يا الله يا ديما شو نقاقة، مو شغلتك هاي؟ أنا موافقة إنه ترقص معي. بيشرفني أكيد ياسمين. أنت كتير جنتلمان، ما توقعت رأسك حلو هالقد. حاسة حالي مثل الفراشة وأنا بين إيديك. شكراً كلك ذوق. بس الرقص لينجح بده طرفين. كنت أرقص بالي أنا وصغيرة. خسارة هلأ لحلية الرقصة. منرقص لسه في وقت، بس في عنا شغل كتير بالأول. ما وصلت. شوبت وتعبت من الرقص، لازم نشرب شي. عمر دقيقة، Thank you.
مرحبا عمر بيك. بعتذر اني تاخرت شوي بس خلصت كل الشغل. بعثت لك كل شيء على الموبايل تبعك. مزعوج مني شيء؟ روقي شوي ديما. شو بتشربي؟ مين انا؟ انت يلي شو بتحب تشرب؟ جيب لك شيء من البار اذا بتحب. وانا اذا بخليكي تروحي بتكون قلة ذوق ديما. بس لحظه. بتكون قلة ذوق قال؟ سمعتي مزبوط صح، قال قلة ذوق. يا ترى بتسمحي لي بشي رقصة قبل ما يرجع الجنتلمان المزوق ويسرقك؟ معي بدك ترقص؟ ما بتعرفي ترقصي كأنه. معقول؟ بلا أكيد بعرف أرقص. ايه تعي لقلك. شكراً.